بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم الاربعاء اخر ايام الاسبوع الرياضي لمده ساعتين لمتابعه كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا باذن الله سواء داخل مصر او خارجها. اهلا بيكم، منورنا جدا كالعاده من بدايه الحلقه. من شويه انتهت مباراتين في الدوري المصري الممتاز بعد عودته في الجوله رقم 26، والمباراتان انتهيتا بشكل درامي. نجح إمبي في التقدم مرتين على البنك الأهلي، لكن عاد من بعيد البنك الأهلي، ثم فاز إمبي في الدقائق القاتلة. لكن كان هناك ما هو أكثر قتلا من الدقائق القاتلة اللي كانت في مباراة إمبي والبنك الأهلي، وده حصل في استاد الإسكندرية لما فاز المصري البورسعيدي في الدقائق، في الثواني، في اللحظات الأخيرة من مواجهته أمام سيراميك كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد. تقدم للمصري من ضرب الجزاء جدلية، ثم تعادل لسيراميك كليوباترا في الشوط الثاني بعد الدفع بكل الأسلحة الهجومية، ولكن في الثواني الأخيرة ينجح إيزي إيمي سعيدو سامبوري في تسجيل هدف فوز المصري البورسعيدي اللي ارتقى لوصافة الدوري المصري الممتاز تحت الزمالك في الترتيب متفوقا على الأهلي، ولكن للأهلي 7 مباريات أقل لسه محتاج يلعبها، هيعدي بكتير إذا فاز بها على المصري البورسعيدي، بل سيصل إلى القمة على حساب الزمالك إذا فاز في مؤجلاته. هنتكلم عن ده بالتفصيل كمان شوية، ولكن انتهت حقبة راموس مع ريال مدريد 16 سنة، تاريخ، عصر، جيل كامل عاش وشاف، بدأ حب الكورة وهو بيشوف سيرخيو راموس مع ريال مدريد، والنهاردة انتهت مرحلته مع ريال مدريد ليبدأ مرحلة جديدة، وتبدأ كمان تسأل كيف سيكون ريال مدريد في غياب سيرخيو راموس. ده في اللحظات أو في الأوقات اللي كانت في إيطاليا بتعلن تأهلها رسمياً كأول المتأهلين إلى دور 16 من يورو 2020، رايحين ما بيهزروش، انتصار بثلاثية أتبعوا انتصار آخر بثلاثية النهاردة، وبالتالي انتصاران كبيران، 6 نقاط لكتيبة مانشيني اللي بقالهم 10 ماتشات بيلعبوا مش في اليورو عموماً بدون استقبال هدف وحيد، منافس شرس على لقب اليورو، وهل من منافس لإيطاليا؟ الكل بيتساءل. الأهلي وصل إلى تونس بالأمس، والنهاردة كان ميرانه الأول في العاصمة التونسية تونس استعداداً لمواجهة الترجي التونسي وبدعوات الملايين لقنص نتيجة إيجابية، وده سؤالنا النهاردة في الحلقة. بنسألكم هل ينجح الأهلي في تحقيق انتصار على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس يوم السبت اللي جاي الساعة 6 مساءً؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحاتنا على فيسبوك، تويتر، انستغرام باسم صدى البلد ورقم الرسائل القصيره 2320. تفاصيل جديده كتيره بوجود نجم كمان من نجوم الكره المصريه الكابتن علاء نبيل بعد شويه بعد الفاصل في الماتش، فخليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية. النهارده في الدوري المصري اللي رجع امبارح بجوله ساخنه بداها سموحه بانتصار على بيراميدز بثلاثيه، واللي لحد دلوقتي بيتغنى ويتغزل بيها رئيس مجلس اداره نادي سموحه اللي وصف ما فعله لاعبو الفريق امبارح امام بيراميدز بان هم ما كانوش بيلعبوا كوره بل كانوا بيعملوا بسبوسه في ارض الملعب. النهارده جوله استمرت وكان فيها انتصارين دراميين زي ما اتكلمنا من شويه. مباراة إمبي كانت قوية جدا، والبنك الأهلي فعلا كانت مباراة حلوة، اللي كان متابعها ومش مركز قوي مع اليورو اللي ماتشاته النهارده ما كانتش مولعة يعني، أو ما كانتش في أمتع المباريات حتى على مستوى أسماء الأطراف اللي بتلعب فيها، واللي شاف مباراة إمبي مع البنك الأهلي النهارده أكيد استمتع. إمبي نجحوا في التقدم، ولكن البنك الأهلي اللي كان صاحب السيطرة والفرص استقبل هدفين ونجح في العودة، واللي عنده أحمد علي برضه يبقى طول الوقت مهدد. أي نعم وضع الفريق نفسه غير مقنع اطلاقا ونتائجه غير مرضيه والانتصارات غائبه منذ فتره طويله، بتكلم على البنك الاهلي، لكن نجح في العوده بهدفين ونجح في حمايه مرمى، بتكلم هنا على اسامه ابراهيم مره وعلى اكثر من لاعب في اكثر من مره، فانتفض الكابتن خالد جلال فرحا بهدف التعادل المتاخر قبل ما فريق الكابتن حلمي طولان يكسب النقاط الثلاث بهدف لرامي صبري اللي اقتحم منطقه هدافي الدوري. والحقيقه ان منطقه هدافي الدوري السنه دي فيها أكتر من لعيب، فيها حوالي 7 لعيبة بيتنافسوا ما بين فارق هدف واحد. الصدارة بنتكلم على أحمد ياسر ريان
اللي ما سجلش النهارده، واشرف بن شرقي اللي رجع النهارده وانضم لمعسكر النهارده علشان ماتش بكره. دي الصداره وراهم بقى كتير قوي، احمد سمير النهارده، رامي جمال بقى 10 تجوال، رامي صبري بقى 10 تجوال، عمرو جمال 10 تجوال، وعمر كمال عبد الواحد 11 جول واهداف مستمره. واعتقد ان دي كمان هيكون فيها منافسه خاصه مستمره لحد نهايه الموسم. ام بي ارتقى بالتالي الى المركز الخامس بانتصار مهم جدا، والبنك الاهلي اكيد السعيد جدا بخسارته النهارده، هو الفرق اللي تحتيه في الجدول، بتكلم هنا على وادي دجله تحديدا. رامي صبري كان هدف عادي وهدف من ضربه جزاء. طيب على مستوى المباراه الثانيه، كانت في استاد الاسكندريه، وخسر النهارده سيراميكا كليوباترا عشان تبقى مباراه رابعه على التوالي بدون تحقيق انتصار، ولكن كان الفريق الحقيقه ظهر بشكل كويس في الشوط الثاني من المباراه، بل وادرك التعادل، بل وكان يبحث عن هدف الفوز. انما الصدمه اللي كانت في الشوط الاول هي ضربه الجزاء اللي حصلت ضد سيراميكا كليوباترا على صالح جمعه، بعد ما الكابتن محمد يوسف حكم المباراه اشار بان هي ضربه جزاء، استدعاء الفار لمراجعه قراره، فرجع مصمما على قراره اللي الجدلي، لان المباراه القرار ما تقدرش تقول ان هو غلط، ما تقدرش تقول ان هو صح، لكن هي قرار جدلي، لان الكره مش واضحه لنا، يعني في نطه لكن هل في خبطه ولا لا، دي اللي مش واضحه قوي. فالقرار كان جدلي، واتبعه عده اعتراضات في الدقائق الاخيره من الشوط الاول، تقدم بيه بعد كده فريق المصري البورسعيدي عن طريق احمد رفعت، تعادل بعد كده بعد بقى الدفع باحمد محسن مكان فابري سنجا، عمل ماتش كويس فابري سنجا لكن هو دفاعي اكتر منه هجومي، فاحمد محسن نزله كابتن ضياء السيد عشان يهاجم كباك ليفت، ومحمد مسعد الجناح الايسر لعب كظهير ايمن مكان رجب بكار، ده غير وجود بقى شادي حسين واحمد ياسر ريان وميدو جابر ومحمد ابراهيم وصالح جمعه، كلهم كانت اسلحه هجوميه. لكن ادرك التعادل بهدف حلو قوي لشادي حسين، ادعوكم تشوفوه، ولو شفتوا ماتشات اليورو النهارده فالهدف اللي سجله ارون رمزي من طوليه جاريس بيل هو شبه ده بالظبط، صالح جمعه عملها، لكن الفرق ان شادي حسين ما استلمهاش، هو لعبها على طول وهي في الهواء في خروج مسعود حارس مرمى فريق المصري بورسعيدي. لكن هدف حلو في نهايه المباراه، تريحه من عنتر اللي نزل في الدقيقه 90، في الدقيقه 90 عنتر نزل، كابتن علي ماهر الموقوف في المدرجات نزله، عمل اسيست حلو لسعيد وسمبوريه اللي لعبها وسط زحمه المدافعين على يمين عامر، فانتهت المباراه بفوز المصري البورسعيدي، انتصار مهم جدا للفريق البورسعيدي وخساره قاسيه ودراميه على فريق سيراميكا كليوباترا. لكن اكيد اللي جاي اهم واحسن وافضل، لانه سيراميكا كليوباترا مش بعيد عن اللي فوقيه في النقاط، لكن لازم يعرف انه اللي تحتيه هم كمان مش بعيدين عنه، فاي نقطه بتفقدها مؤثره جدا وقد تعيدك مراكز عديده اذا استغلها اللي في المراكز اللي قبليك او اللي تحتيك يعني في الجدول المصري الممتاز. بكره عندنا 3 ماتشات في الدوري، بل واعلن عن حكامهم، فمباريات الغد باذن الله في الجوله 26 في الدوري الممتاز كالتالي. مباريات الغد هيكون فيها او اخرها مباراه الزمالك مع اسوان اللي هتنطلق في 7 مساء، ودي هتكون من المباريات طبعا المهمه، الزمالك هيبحث فيها عن انتصار يستمر بيه على الصداره. قبليها هتكون مباراة الإسماعيلي مع غزل المحلة، عودة للدراويش بالتوفيق لكل فرق الدوري المصري الممتاز. وأخيرا الاتحاد السكندري في نفس توقيت المباراة السابقة ليها لزمالك وأسوان هيلتقي الاتحاد مع مصر للمقصة في أول مباراة بعد تمديد تعاقد الاتحاد السكندري كمجلس إدارة والأستاذ محمد مصلحي مع الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون كجهاز فني للاتحاد السكندري في الموسم المقبل. ده فيما يخص الدوري المصري الممتاز، هنتكلم عن تفاصيل أكتر كمان شوية. إنما على مستوى القارة الإفريقية وفي دوري أبطال إفريقيا النهاردة، وبعيدا عن قرار اتحاد الكرة الإفريقي بأنه هيمد لحد شهر يوليو ولمدة شهر آخر شهر 7 استقبال أسماء الأندية المشاركة في البطولتين القاريتين الموسم اللي جاي كنوع من منح الفرصة، ودي ما فيهاش مشكلة زي ما أنتوا عارفين، هيكون الدوري بتاعنا لسه شغال، لكن هنبعت أسماء الأندية وترتيبهم، يعني الترتيب 1 هيروح فين، الترتيب 2 هيروح فين، فمش تبقى أزمة ودي محلولة يعني في وقت سابق. ولكن كلامنا هنا عن النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا. الأهلي النهاردة اتمرن وفي حالة سعادة بحالة اللاعبين الفنية والبدنية، تحديدا بتكلم على اهم لاعب عنصر الاهلي المؤثر جدا محمد مجدي قفشه، وفي وجود رئيس مجلس اداره القلعه الحمراء واسطورته الكابتن محمود الخطيب، قاد بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي المتوج في النسخه الماضيه بهذه البطوله وتوج بها من قبل مع سان داونز، قاد المران بحضور كل اللاعبين وفي اجواء
من التفاؤل قبل أيام قليلة، هي بالضبط 3 أيام من موقعة رادس الكروية بإذن الله، بالتوفيق للأهلي، وإن شاء الله الاتسامات دي نراها مستمرة ما بعد المباراة وقبل العودة إلى القاهرة السبت المقبل. على مستوى اليورو النهاردة كان عندنا 3 مواجهات، بداية الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري الأبطال، عفوا من دوري الأبطال، ده كنا في أفريقيا لكن هنا في اليورو، يورو 2020. وكانت المواجهات الثلاث نتائجها كالتالي: إيطاليا بيكتسح من جديد بثلاثية، وقبلها جاريث بيل بيتألق ويصنع، وأرون رمزي يسجل، وهدفان ضد تركيا اللي شكرا كده ماتشين جايين يخسروا 3-2، صعب قوي. إيطاليا اكتسحوا سويسرا، وقبليهم روسيا كسبوا فنلندا بهدف دون مقابل، ولكن في المباراة دي حصلت إصابة جديدة قوية خطيرة، والإصابة دي بقى المرة دي في الظهر، يعني مع كلام على أن هي في مشكلة في العمود الفقري لمهاجم المنتخب الروسي اللي خرج منقولا على محفة بعد حوالي 5 أو 6 دقائق من سقوطه على أرض الملعب. تالت إصابة قوية بعد كاستاني، وقبليه طبعا إريكسون، والاثنين غالبا انتهى مشوارهم. بتكلم على إريكسون اللي هيكون في المستشفى بكرة بيسمع أو بيتابع مباراة فريقه من بقى الأصوات وبالتلفزيون، ودي طبعا كانت لفتة جميلة جدا من لاعبي فريق فنلندا اللي مباراتهم مع الدنمارك هي اللي شهدت سقوط إريكسون. النهاردة لبسوا تشيرت مكتوب عليه جيت ويل سون إريكسون، فريق فنلندا اللي كانوا كسبوا الدنمارك في الماتش اللي فات. أما اللاعب اللي أصيب النهاردة فهو ماريو فرنانديز، لاعب فريق المنتخب الروسي اللي كسبوا النهاردة وعادوا إلى الظهور الجيد، وكده حققوا انتصار مهم جدا يخلي فرصهم في الاستمرار قائمة. سيرخيو راموس 16 سنة في فريق واحد، سيفتقد جدا ريال مدريد لحاجات كتيرة قوي موجودة في نفس اللاعب. سيفتقد لحماس ولإصرار ولروح ولقوة ولأحيانا خشونة بترهب المنافسين، سيفتقد للاعب رأسياته قاتلة في توقيتات قاتلة، سيفتقد للاعب أعصابه هادئة بدليل تسجيله لركلات جزاء حاسمة في أوقات قاتلة بطريقة قمة في البرود، سيفتقد أكيد لروح ونبض بيمثل أهم عوامل انتصارات ريال مدريد السابقة. اللاعب اللي اقتنص لقب العاشرة لريال مدريد، الباحث عن 14 دلوقتي، سيرخيو راموس بيرحل. لم يصل ربما بيريس إلى اتفاق مع سيرخيو راموس للتمديد، بقالنا سنة تقريبا بنتكلم على قصة التمديد، هتحصل مش هتحصل، لحد ما ريال مدريد قال عاملين مؤتمر صحفي وداعي لأسطورة من أساطيرنا. سيرحل سيرخيو راموس لفين بقى؟ هل هيكون لأوروبا ولا لأمريكا؟ هل سيقتنص خدماته فور فري ببلاش نادي ممكن يساعده راموس في أنه ياخد دوري الأبطال السنة اللي جاية؟ هل هيعود لأشبيلية عشان يختم مسيرته زي ما بدأها هناك؟ ولا هيروح لباريس سان جيرمان اللي بيدور على أي لعيب عنده الخبرات دي عشان يحقق حلم بقاله سنين بيدور عليه؟ هيتضح عموما. لكن انتهت مسيرة سيرخيو راموس مع ريال مدريد، وأعتقد أنه ليس من السهل أبدا تعويض رحيل سيرخيو راموس في الظروف اللي فيها العالم الكروي حاليا. عندنا كلام كتير قوي وأخبار مهمة جدا بعد الفاصل، إنما قبل الفاصل تعالوا نشوف رأي جمهور الأهلي في مواجهة الترجي التونسي. لكن قبل جمهور الأهلي في الشارع تعالوا نروح إلى المدير الفني المخضرم للمنتخب التونسي سابقا والمستقيل حديثا قبل ساعات قليلة من تدريب المنتخب السوري، الكابتن نبيل معلول. كابتن نبيل أهلا بيك، منورنا وحشنا. الله يحفظك أخويا، هلا بيك وهلا بكل المشاهدين، منور الدنيا كلها. يعني هبدأ من آخر حاجة وهي الاستقالة اللي تقدمت بيها النهاردة من تدريب المنتخب السوري بعد ضمان الصدارة والتأهل للمرحلة المقبلة في تصفيات كأس العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أخويا هي كانت في الأفق من مدة، لأنه أنا شعرت الاتحاد السوري لكرة القدم في شهر 3 مباشرة بعد الفيفا دايم بتاع شهر 3، وكان عندي تقريبا سنة وأنا على رأس المنتخب السوري لكرة القدم، وسنة 12 شهر بدون أي راتب، يعني ما وصلني أي راتب من الاتحاد السوري. بعثت رسالة يعني محترمة جدا مثل كل المدربين نعلم فيها الاتحاد السوري، أنه يعني سنة راهو كثير تو ماتش بالنسبة لأي مدرب، يعني فيش مدرب يصبر سنة كاملة، ولأني كنت عارف ومتيقن أنه الخطأ مش من الاتحاد السوري لكرة القدم، لأنه
العقوبات اللي مفروضة على سوريا هي اللي ما خلتش معناها الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي معناها يخلوني ناخذ المستحقات نتاعي. تمام وعلمتهم أني راهم ممكن معناها إمكانية كبيرة أني نمشي مباشرة إذا كان الأمور ما تحسنتش بعد الاستفادة من يوم بعد 15 يوم مثل كل اللاعبين، يعني بعد ما تبعت الرسالة أصبحت فري أنا، يعني يوم 3/4 شهر أبريل 3 أبريل أصبحت فري. لكن في ظل الإلحاح نتاع الاتحاد السوري لكرة القدم واللاعبين أيضا والمهمة اللي كانت تنتظر فينا، حبيت نكمل الثلاث مباريات الأخيرة الحمد لله. تمام. فزنا في مباراتين، نازلنا في مباراة، خلصنا المجموعة احنا الأوائل. ولكن حاليا تعرف انت 15 شهر من غير راتب صعب على أي مدرب بكل يقدر تأكيد. يكمل. ممكن أنا نقدر نكمل لكن معايا ناس، يعني معايا ستاف متاعي، معايا الشغال معايا دايما، صعب أنهم يقدروا يكملوا في ظل الصعوبات هذه الموجودة. النهارده كان في تصريحات قرأناها لرئيس الاتحاد السوري، هو قال ان هو طلب من حضرتك الاستقالة. لا ما انا ما عنديش دخل هذاك، معناه هو حب يدخلني انا في صراعات، تعرف يعني الاتحاد العام السوري لكرة القدم كأنها وزارة الرياضة معناها بالنسبة لنا احنا في تونس ومصر، فهمت؟ هي المسؤول عن اتحاد كرة نعم. القدم. في صراعات يعني داخلية بين اتحاد الكرة والاتحاد العام، يعني حبوا يدخلوني في انا ما عندي في لا نقة لا جمل. تمام، وضحت. لكنك عدت بحمد الله سالما إلى تونس، مظبوط؟ الحمد لله الحمد لله، الحمد مباشرة لله سالما. اليوم يعني وصلنا في العصر وصلنا لتونس الحمد لله. طيب، هل ممكن نشوفك بقى في ماتش يوم السبت في التلفزيون ولا هتكون ايه؟ لا هكون موجود في الملعب، في هكون الملعب. موجود في ده الملعب إن شاء قصدي الله يعني. بإذن الله تمام، ممتاز. إن شاء طيب، الله إن توقعاتك شاء الله بإذن. للمباراة وايه اهم مفاتيح اللعب في الناديين، سواء الترجي صاحب الارض او الاهلي حامل اللقب؟ يعني تصور اخويا يعني الاهلي والترجي موجودين، واحد ما يروحش ملعب لازم يكون هكا عندك شويه حق. مجنون شويه ما يروحش انا يحضر نفسي المباراه عايز في اجي من الملعب مدينة يعني. الانتاج لرادس عشان اشوف والله المباراة. تصور انت، انا ان شاء الله ممكن نفكر مباراه العوده نكون موجود في القاره ان شاء الله اذا هنستناك تنور مصر الامور كلها تمحت ان شاء كالعادة الله اخويا يعني ان ان شاء شاء الله. الله. والله المفاتيح انا في مثل هذه المباريات راي مفاتيح اكثر ذهنيه، التحضير النفسي مهم جدا لانه يعني الفريقين الاثنين مستواهم متقارب جدا سواء الاهلي ولا الترجي في الفتره هذه، يعني صعب انك تقدر حتى لو المستويات ما تكونش متقاربه، الشيء اللي مش حقيقي الحين لانه يعني نشوف في الترجي وفي في الاهلي في الفتره الاخيره يعني قاعدين يقدموا في مستويات متميزه جدا باثنين الفريقين الاثنين. الترجي الرياضي التونسي فايز بالدوري الخامس على التوالي، ايوه. سيطر على الدوري التونسي. الاهلي نفس الشيء اذا كان يفوز باللقاءات المتاخره نتاعه يتصدر مظبوط. الدوري، معنويات مرتفعه جدا بعد الفوز بالكاس السوبر الافريقي. المدربين الاثنين معناها محنكين جدا، خليني نقول ما نحبش نحكي على مدربين فقط، نحكي على اطار فني نعم. مهم جدا بالنسبه للفريقين الاثنين. خبره كبيره بالنسبه لمعين شعباني وماجد راوي اصبحت موجوده في الترجي على الصعيد الافريقي. الترجي في 3 سنوات الاخيره فاز ببطولتين افريقيه، النادي الاهلي فاز بالبطوله الاخيره، موسيماني نفس الشيء نعم. عنده خبره كبيره وسولات وجولات في افريقيا من خلال يعني سان داونس، هذا بدون ادنى شك يعني الخبره موجوده. لكن الاهم في مثل هذه المباريات هي الفورمه والتحضير لهذه المباراه تكتيكيا للفريق الاثنين، يعني اخواني يشبهوا كثير لبعضهم، 4 مدافعين 3 لاعبين وسط ميدان وثلاثه يعني جناحين و ومهاجم، لكن المثلث نتاع النادي الاهلي معناها للامام دايما موجود صانع العاب او لاعب وراء راس الحربه، بينما الترجي الرياضي التونسي دايما راس المثلث الى الوراء، دايما نعم. موجود كوليبالي امام المدافعين، وهذا المفتاح حسب رايي انا الشخصي، هذا مفتاح المباراه، يعني ثلاثي للترجي في خط وسط ميدان وثلاثي الاهلي، يعني كوليبالي بن رمضان بن غيث الشعلالي كان لعب من جهة، أليو ديانك اللي قاعد يمر بفترة متميزة جدا، نعم. عمرو السولية، مش عارف أنت ممكن عندك الأخبار أكثر مني، أنا كنت مركز أكثر أنا على المنتخب السوري، أفشة جاهز ولا مش جاهز أفشة لهذه جاهز المباراة؟ واتمرن التدريبات الجماعية خلال يومين حتى الآن، وبالتالي يبدو جاهزا للمشاركة في المباراة. لكن ما يكون جاهز، لكن معناه تعرف الإطار الفني عنده حساباته، مظبوط. نفسه لازم يكون جاهز أكثر معناها 100%. أنا حسب رأيي أنا الشخصي، هذا التخمين راهو من عندي أنا، ممكن المباراة هذه يلعبهم ثلاثة مع بعض، معناها عمرو أليون دانك وحمدي فتحي. فهمت؟ ثلاثة لاعبين ممكن إذا كان أفشة مش غير جاهز مكتمل 100%. اللياقة، نعم برافو عليك، مظبوط. لأنه صعب
صعب تلعب مباراة ضد الترجي الرياضي التونسي في تونس في رادس، علي مش جاهز 100% وأفشة مش جاهز 100% ويكونوا موجودين في التشكيلة الأساسية. أنا نحكي لك تفكير مدرب توا الحين راي، نعم مفهوم خاطر طبعا. هذه مباراة زاد مهمة جدا للصعيد البدني. هل عندك ممكن توقعات تلعب لنتيجتها في النهاية كابتن نبيل؟ صعب جدا. شوف ممكن يفوز الترجي، ممكن تكون هناك تعادل، ممكن يفوز الاهلي في المباراه، ممكن في 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 مصر نفس الشيء. معناها انا من خلال خبرتي 2011 تتذكر احنا معناها فزنا في تونس 1-0 دور المجموعات، وبعدين تعادلنا في القاهره 1-1 في النهائي بعدها بسنه بالضبط، تعادلنا في اسكندريه 1-1 وكنا في طريق مفتوح، والترجي كان في افضل حالاته ممكن احسن فريق عمله الترجي وخسرنا في رادس. نعم اوكي كانت غيابات، لكن 2012 يعني بالضبط يعني الاهلي والترجي صعب انك تقدر تعطي مظبوط. الفريق اللي باش يكون في الفورمه وجاهز احسن في الاسبوع هذاك. فما نقطه ما يلزمش ننساوها مهمه جدا بالنسبه للفريقين الاثنين، لكن الفريقين الاثنين في نفس يعني الحاله، صار لهم مده كبيره ما لعبوش مباراه. مظبوط. وهذه معناها بالنسبه للتحضير سيئه بالنسبه لاي مدرب، ولو هناك مباريات وديه، المباريات الودية لا تضاهي المباريات الرسمية. نعم فهمت؟ وضحت. ما طب ننساوش بما انه انك زاد رجعت سنوات لورا وفكرتنا ب 2012، مين اللاعب أي. من التشكيلة الحالية في الأهلي اللي ما كنتش تحب تلاقيه موجود في القائمة اللي بتواجهك في 2012 لما كنت بنتكلم على تتويج الأهلي يعني 2012؟ من الفريق الحالي يعني الحالي اللي مظبوط. موجودة، والله فيه يعني في الشناوي في حراسة المرمى، حارس بنتكلم المرمى على معلول الشناوي، في اليسار. فيه علي معلول، في أفشة اللي نعتبره معناها أفشة معناها ستايله تغير مع مظبوط. موسيماني، مش ستايله، تمركز نتاعه وتوغلاته يعني، وهذه تحسب لموسيماني بصراحة معناها وثقته في عرفت نفسه، كيفاش بضيف على كلامك اعتقد تحديدا بعد هدف تتويج النسخة اللي فاتت. عرفت كيفاش يوظف، مظبوط. عرفت كيفاش يوظف معناها أفشة كما يلزم في اختراق المساحات، في ايوه استغلال المساحات اللي معناها حاليا محمد شريف موجود امام، اللي مظبوط معناها يخليهم محمد شريف دائما يعمل زياده عدديه في خط وسط الميدان، صح. معناها تلقاه موجود معناها اول واحد في النزعه الدفاعيه، في التحول من النزعه الهجوميه للنزعه الدفاعيه، لياقته البدنيه معه. ايضا ما ننساوش انه كما قلت لك معناها اليون ديانج مهم جدا حاليا، مظبوط. اصبح ركيزه من ركاز، وعمرو السوليه ايضا اللي متميز جدا بدون ادنى شك. بدون ما ننساش ايضا انا في لاعب اخر يعجبني كثير، ايوه ولو انا اقول مش ماخذ حقه اعلاميا كثير بالنسبه هو ايمن اشرف، لانه ايمن اشرف اذا كان تستحقه في المحور تلقاه موجود، ما موجود في المحور، اذا كان عليه معلول تلقاه موجود معناه في الجهه اليسرى، اذا كان معلول متغيب، وهذا الشيء اللي صار، ودائما متالق تلعبه في المحور، صح. عندك ودائما جاهز ويعطيك الماكسيموم واحسن ما عنده. هناك نقطه اخرى ممكن للاهلي ايضا سلبيه بالنسبه للمباراه هذه، هي معناها اصابه محمد هاني، مش عارف الظهير الايمن. لن يشارك طبعا. ولم يسافر اصلا مع الفريق. طبعا صعبه 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 جدا. الترجي الرياضي التونسي باش يكون كامل العدد، لكن ما ننساوش انه ايضا هذه المباريات معناها مباريات طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي يحبذ المباريات الكبيره، يحبذ الادوار المتقدمه في الشامبيونز ليج بدون ادنى شك، انه ياسين الخنيسي باش يخلي فراغ كبير الخط الامامي بتاع الترجي، لكن الترجي التونسي عنده حلول كبيره خاصه في نزعته الهجوميه. طيب انا بدات بالحديث عن الكابتن نبيل معلول نفسه، واختتم الحديث بالحديث عن الكابتن نبيل معلول، وسؤالي هل نراك قريبا مديرا فنيا ولا فتره راحه؟ والله ان شاء الله ناخذ راحه صغيره مش كبيره، ان شاء تمام. الله ان شاء الله في عروض خارج تونس، راه مش في تونس، خارج تونس. ناكد هذا مش في تونس، لانه في كلام كثير الايام الاخيره مش في تونس، راه في عروض ان شاء الله خارج تونس. خارج تونس على مستوى الانديه ولا بشكل دولي؟ والله في الاثنين، دولي وانديه، في والى الاثنين ان شاء ايهما الله ربنا تميل؟ يسهل. والله نميل للانديه اكثر، لانه تعرف انت محصور في الفيفا داي بالنسبه للمنتخبات، تعرف نعم. اخويا هيني، لكن انا مظبوط. نحب تكون موجود كل يوم، موجود في التمرين، لانك تقدر تطور اللاعب وتحسن اللاعب، ودائما نقول هذه مهمه جدا، ممكن الناس ما تعرفها، انا نعيد فيها. نعم. عدد ساعات التمرين، صح. اللي يعملهم اللاعب او المدرب مع فريق في سنه، مع المنتخب في سنه، يعملهم في شهر مع فريق، مظبوط. شهر واحد
يعملهم في سنة مع منتخب، يعني التطور بسرعة يصير واللاعبين بسرعة يفهموا فلسفة المدرب وتفكير المدرب. نعم، بالتوفيق بإذن الله كابتن نبيل، نورتنا شكرا. وشرفتنا وشكرا لحضرتك، والحمد لله على السلامة عائدا إلى تونس بعد نهاية أو استقالته من تدريب المنتخب السوري. أخيرا وقبل الفاصل، بنفس مبدأ ناديك يناديك ولكن بطريقة إعلان مختلفة وربما بطريقة إدارة ملف مختلفة، الزمالك بيفتح حسابين بنكيين لجمهوره للتبرع في ظل أزمة مالية بيعيشها حاليا. هي خطوة من خطوات الموارد المادية اللي بتدخل لأي مؤسسة رياضية بتعاني من أزمات مالية، ليست الوحيدة، بمعنى أن أنت كمجلس إدارة بتكون شغال على مستوى رعاية، على مستوى جمع أموال مستحقة، على مستوى تحقيق بطولات ممكن تجيب لك فلوس، على مستوى قضايا ممكن تكون بتدخلها فتدخل لك فلوس، على مستوى بقى لو على بنتكلم على الزمالك بشكل خاص، على مستوى سور نادي الزمالك، المحلات، على مستوى إعلانات إضافية بتضاف لنادي الزمالك. مع كل هذه الموارد، مع كل الشكل ده من الموارد، بيجي لك شكل آخر وهو شكل فتح باب التبرعات أو حساب بنكي. الزمالك ما أعلنهاش بشكل رسمي، ما قالش على موقعه الرسمي أو قناة النادي مثلا إن إحنا بنعلن فتح حسابين، لكنه نشرها للصحفيين وعلمها الجميع، بل وبدأ الجمهور الزملكاوي في دفع من فلوسهم أيا بقى مكان، بالجنيهات، بالريالات، من مختلف المحافظات، من مختلف الدول العربية، من خلال الزملكاوية إن هم يدفعوا. هل ده هيجيب نتيجة إيجابية على مستوى أزمة الزمالك المالية الحالية، ولا سيحدث كما حدث سابقا ويكون، لأن هي خليني أقول لكم بشكل صريح، يعني هي مش حلوة لصورة أي نادي، لكنها ممكن تجيب نتيجة إيجابية، فممكن تدعم فتنسى خالص وقتها الضرر اللي حصل وقتيا أو لحظيا ساعتها، لكن بيبقى ضرره أكتر لو أنت عملت ده وفي الآخر ما جابلكش نتيجة إيجابية مادية. فالزمالك ربما يكون فتحه لهذين الحسابين مش بس غرض جماهيري، بل كمان على أمل أن رجال أعمال من الزملكاوية سواء تم التنسيق معهم أو لسه هيتم التنسيق معهم يحطوا فلوس في هذين الحسابين البنكيين، ومنها يستطيع الزمالك حل بعض المشاكل على مستوى تحديدا إجراء التعاقدات وتجديد العقود بالنسبة للاعبين الموجودين حاليا، حفاظا على فريق الكرة تحديدا وعلى اللعبات الأخرى كمان اللي عندنا بعد الفاصل عنها خبر كملناه أو هنكمله النهاردة بعد ما بدأناه بالأمس، عن أنس أسامة نجم فريق كرة السلة في نادي الزمالك والمحتمل انتقاله قريبا إلى دوري كرة السلة الأمريكي NBA للمحترفين. لكن قبل الفاصل تعالوا مع بعض نروح إلى هذا التقرير عن توقعات جمهور الأهلي لمواجهة رادس مع الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله الأهلي يفوز، لأن الأهلي مكتمل، يعني هو مش غريب علينا الترجي في لعبه ولا الأهلي غريب عليه في لعبه، لكن إن شاء الله الأهلي ماشي بمستوى كويس وماشي بنظام وواصل دورتين ورا بعض، والماتش هناك إن شاء الله يخلص فوز، يعني حتى ولو ب1-0 يكمل يعني. والله هو حتى قفشة، يعني حتى لو ما لعبش، يعني السولية برضو بيقوم بدوره يعني كويس، يعني فنجازفش بيه دلوقتي لو الاصابه لسه ما خفش منها. يعني مباراه صعبه طبعا، بتلعب منافس كبير، ترجي مش سهل يعني، لكن النادي الاهلي عودنا ان هو دايما بيبقى في المواقف الصعبه بيكون لعبته قد المسؤوليه. الماتش صعب، لكن انا شخصيا يعني مش شايف ان ده الترجي بتاع السنين اللي فاتت، لكن يبقى ليه كبرياء الترجي، لكن انا واثق في لعيبه النادي الاهلي ان هم يعملوا نتيجه ايجابيه، خاصه لما يكون رئيس البعثه كابتن محمود الخطيب. عوده قفشه اكيد يعني ادت ارتياحيه وثقه للجمهور كبيره، لكن حته يبدا ما يبداش دي هترجع لمستر موسيماني وهترجع للدكاتره، وهم مش هيغامروا، ما اعتقدش ان هم هيغامروا بيه بصراحه. وانا زملكاوي، بس بصراحه هو الاهلي بقاله فتره يعني الاداء بتاعه كويس، وقفشه برده ما شاء الله يعني عليه بيتحسن مره بعد مره، بس يعني انا متوقع ان الترجي ممكن يكسب الماتش ده النهارده ضد الاهلي. لا ان شاء الله الاهلي هيكسب 1-0، واتوقع برضه حسين الشحات يكون له بصمه في اللقاء ان شاء الله. الاهلي افضل من الترجي بكتير يعني الفتره دي، ان شاء الله الاهلي يعدي يعني باذن الله. الاهلي يكسب 3-1. الاهلي ما بيخسرش من حد. الاهلي يغلب 2-0 باذن الله يعني. ان شاء الله باذن الله يبقى في نتيجه ايجابيه ان شاء الله. يعني انا
يعني ان شاء الله الاهلي باذن الله مش هيتغلب هناك، على الاقل يتعادل يعني 0-0 1-1 ان شاء الله باذن الله. هو طبيعي ان الاهلي ان شاء الله يفوز، يعني الاهلي عنده مهاجمين شاطرين الايام دي، محمد شريف، وعنده خط نص حلو، وعنده دفاع كويس، والشناوي طبعا عملاق، فباذن الله هنكسب يعني ان شاء الله. اهلا بكم مره تانية. بينما اعلن الاهلي عن جاهزيه محمد مجدي قفشة واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، فداخل الكواليس موسيماني بيدرس بالتشاور مع الجهاز المعاون ليه انه يريح محمد مجدي قفشة، او انه ما يجازفش بمحمد مجدي قفشة الا في حاله الضروره القصوى. يعني ممكن كان لسه بيتكلم فيها الكابتن نبيل معلول من شويه، انه ليه ما نعملش ان احنا ممكن الاهلي علشان لو قفشه مش مكتمل اللياقه يلعب بارتكاز ثالث، يعني بحمدي فتحي جنب ديانج والسوليه. ده بيناقشه بالفعل موسيماني، بيناقش عدم المجازفه. هو بالنسبه له اللاعب واخد الموافقه الطبيه، لكن خوفا من ان يكون حالته بسبب اصابته لسه مش مستقره ان هو يعرف يلعب برتم عالي بمباراه في ذهاب نص النهائي، ده اللي بيدرسه موسيماني ساعتها انه ممكن ما يبداش بمباراه يوم السبت المقبل. لكن النهارده كان ديانج ومعلول خدوا راحه من ميران اليوم في تونس، وده بقرار من بيتسو موسيماني تجنبا للاجهاد بعد ما شاركا في مباراه تونس ومالي الوديه في نهايه التوقف الدولي اللي انتهى بالامس. اتعملت محاضره بالفيديو لاعيبه الاهلي عن الترجي التونسي، نقاط القوه ايه ونقاط الضعف وال مطالب الفنية اللي اتكلم عليها مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين النهاردة في المران اللي اتعمل في الملعب الفرعي باستاد رادس. بعيدا عن القلعة الحمراء والأهلي، فبالعودة إلى القاهرة من جديد، الزمالك أعلن من شوية عبر صفحات مختلفة ومن خلال قناة الزمالك أن التبرع شغال على مستوى دعم النادي ماديا بحساب بنكي أعلنه الزمالك النهاردة. والزمالك دعا خلاص في تصريحات إعلامية بشكل واضح، من شوية كان مع الزميل أحمد موسى، ومن شوية حتى في قناة نادي الزمالك بدأت الدعوة لأنه اتبرعوا وأنه ده هيدعم الفريق، وأن احنا محتاجين هنعلن بشكل كامل يعني في النهاية عن اللي تبرع به جمهور الزمالك لنادي الزمالك لحل الأزمة المالية. أنا رأيي أنه ممكن يبقى فيها كمان طرق تانية، زي أنه هو يتم يعني عمل يعني طرق تشرك بيها الجمهور وتخليهم يدفعوا ولو مبالغ رمزيه في ان هم يجوا النادي يتصوروا، ان هم يعملوا اي تفاعل اي نشاط، يشوفوا جزء من المران زي ما احيانا في التوقفات بتاعه المنتخبات بيكون في ربع ساعه مثلا للاعلام يكون فيها اي حاجه، فيها اكتيفيتيز يعني انشطه مع الجماهير، بيكون برضو باسعار رمزيه، لكن سعر رمزي مع سعر رمزي مع سعر رمزي ممكن يعمل مقابل مادي، يبقى ساعتها كمان المشجع استفاد بشكل ما. يقال ان بعض لاعبي الزمالك ناويين ان هم كمان يتبرعوا كنوع من ان هم يحفزوا الجمهور ان هم يتبرعوا للنادي. ده غير بقى الكلام على انا رايي كمان انه يبقى تقريبا بشكل يومي يتقال انه حصل تبرع النهارده بكذا جنيه في نهايه اليوم، عشان الناس اولا ده ممكن يكون تحفيز للناس، ثانيا ممكن يكون كمان مصارحه يعني او شفافيه مع الناس ويعرفوا انه الارقام بتدخل فبتبقى معروفة. يعني بحسب قناة الزمالك قالوا ما وصل داخل الحساب حتى الآن منذ الإعلان عن فتح الحسابين هو 5 مليون جنيه مصري، ده بتجميعة الفلوس اللي جت من دول مختلفة. الزمالك في هذه الأثناء بيستعد لمواجهة أسوان في الدوري المصري الممتاز بكرة الساعة 7 مساء، وأعلن بناء على ده كارتيرون قائمة الفريق اللي هتلعب المواجهة في غياب أبو جبل وفي غياب حميد أحداد. جاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى محمد عواد وجنش، خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني والونش ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وأحمد عيد، أما في خط الوسط فطارق حامد ومحمد أشرف رؤى وإسلام جابر، محمود عبد العزيز زيزو وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري، مروان حمدي، أسامة فيصل. سيف طبعا لسه واصل مصر النهارده وانضم الى المعسكر زيه وزي اشرف بن شرقي العائد من معسكر المنتخب المغربي. طيب خليني اقول لكم ان فتوح غيابه عن الميران النهارده بسبب او عن القائمه بتاعت مباراه بكره بسبب شد في السمانه،
وده اللي ابعده وبناء عليه مش هيكون موجود في القائمه، لكن هيكون في محمد عبد الشافي. حكم مباراه بكره هيكون هو الكابتن محمود بسيوني على مستوى حكم الساحه، اما الكابتن صبحي العمراوي فهو حكم الفار في مواجهه الغد. الفار اللي عامل مشكله النهارده مباراه سيراميك كليوباترا مع المصري البورسعيدي، الفار قال للحكم تعالى راجع قرارك باحتساب ضرب الجزاء، وراح للفار ورجع قال برضه ضرب الجزاء. نعرف اكتر راي التحكيمي في هذه اللقطه الجدليه اللي تقدم بها المصري على سيراميك كليوباترا مع خبيرنا التحكيمي الكابتن توفيق السيد. كابتن توفيق اهلا بيك، منور وحشنا. استاذ هاني اهلا بيك وتحياتي ليك وللساده المشاهدين، وحضرتك وحشنا كتير والله. اهلا بحضرتك. تابعت مباراه المصري والفريق سيراميك كليوباترا؟ صحيح. طيب ضربه الجزاء ربما هي القرار الجدلي الابرز يعني صحيح. على صالح جمعه في نهايات الشوط الاول من المباراه، ايه رايك فيها؟ واعتقد لو جاهزه كمان ممكن نعرضها على الشاشه قدامنا اهي دلوقتي. طيب خلينا نشوف اللقطه نشوف تمركز الحكم وبعدين نشوف هو ليه احتسب ركله الجزاء. تمام. طيب خلينا هنا، ادي احتكاك موجود احتكاك بدني الحقيقه ضعيف. تمام. من وجهه نظري لا يرتقي ابدا لمستوى ركله الجزاء. لا يرتقي ابدا لضرب الجزاء. طبعا. خلينا نشوف نوضح اللعبه هنا، ما فيش اي تلاحم، ما فيش احتكاك بدني عادي جدا. طبيعي جدا في الكوره يعني. ده غير ان صالح جمعه يبدو انه وقف يعني لما لقى اللاعب وصل للكره وقف. خلينا نسميه مدافع فريق سيراميكا. أيوة. وصالح هنا في موقف المدافع. تمام. الحقيقه انا مش شايف ان صالح ارتكب اي مخالفه نقدر نقول ان ممكن تحتسب حتى فيها نوع من انواع الاعاقه او غيره. لا لا مفيش اي مخالفه تماما. وبعدين انا هنا هرجع يا استاذ هاني لحاجه مهمه جدا، ان موجود نادر امر الدوله ده حكم المحكمين المحترمين، حكم الحكام الكبار. الحقيقه ان هو استدعى محمد، معنى ان الفار بيستدعي الحكم يعني بيقول له تعالى اتاكد عشان احنا شاكين. انا لا بيقول له انا شفت حاجه غير اللي انت شفتها، او انت شفت ايه عشان تحسب ركله جدا. فالحقيقه نادر عرض لمحمد اللقطات، لكن في النهايه محمد خد القرار، هو اللي خد القرار، والحقيقه هو القرار غير صحيح. بشكل واضح القرار غير صحيح، احتساب ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول على سيراميك كليوباترا غير صحيح. هل 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 حتى ايد صالح جمعه، هل التلامس البسيط ده، هل احتكاك البدن البسيط ده يسمى بهذا الشكل؟ لا انا مختلف تماما 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 مع محمد يوسف، رغم ان محمد من الحكام المحترمين اللي ماشيين بشكل كويس جدا. الحقيقه كان لازم ياخد براي نادر. ايوه. ويستأنف اللعب باسقاط. هو طبعا ده ادى لاعتراضات، لانه كمان بالوصول للفار فانت بقى عندك يعني ميزه اضافيه وعندك فرصه لمراجعه القرار واعاده اللقطات زي ما احنا بنعيدها مع حضرتك دلوقتي، فهو ده طيب. ده اللي خلى الامر مستغرب بشكل ما كابتن توفيق. هو شوف هو زي ما احنا قلنا ان حكم الفار حكم الفار بيتخذ القرار او حكم المباراه بيتخذ القرار، ولو في مراجعه من حكم الفار يعني بيروح يراجع. مظبوط. في النهايه القرار النهائي هو لحكم الملعب. لكن حكم الفار الحقيقه انا في اللعبه دي تحديدا انا همشي مع حكم الفار. أيوة. وجبت محمد يا محمد اللعبه دي انا مش شايف ان الاحتكاك البسيط جدا ده لا يرتقي لمستوى ركله الجزاء، فكان لابد من محمد انه يصغى لحكم الفار ويستأنف اللعب باسقاط، لان لا يوجد ركله جزاء الحقيقه. هل عندك اي تعليق على اي لقطه اخرى في المباراه نفسها؟ لا محمد الحقيقه كان يعني انا بعيب عليه النهارده، عنده عصبيه شديده شويه. محمد الشخصية الحكم بالكروت او غيره، انا عايزك تبقى هادي، انت حكم كبير وحكم محترم وتمركزه في اللعبه اللي ادى فيها سيميليشن على مهاجم نادي المصري احمد رفعت كان اكثر من رائع. ايوه. وجاله تاكيد من حكم الفار برضه عبر الكوميونيكيشن طبعا ان ما في ان قراره كان صحيح، ولذلك هو ما فيش مراجعه ولا حاجه. فكنت اتمنى ان المباراه محمد يكون اهدى من كده، محمد من الحكام المحترمين. وان شاء الله ما فيش مشكله خالص ان احنا يكون عندنا اخطاء وارده يا استاذ هاني، لكن طبعا مش بقول ما فيش مشكله، لا بقول يعني ان الاخطاء وارده مظبوط، ولكن لتضر انديه بشكل كبير صحيح في فتره حساسه جدا من الموسم. صحيح. اشكرك جدا كابتن توفيق السيد حكمنا الدولي وخبيرنا التحكيمي، نورتنا من خلال وجودك معنا. الاخطاء التحكيميه وارده، لكن في لقطات بتبقى يعني واضحه شويتين، ومع وجود الفار وان الفار يقول لك تعالى القرار بتاعك مش عاجبنا وتروح تشوف وتراجع وفي الاخر ترجع تاخد نفس القرار، ده اللي بيثير الجدل وده اللي بيعمل المشاكل وده اللي بيخلي الواحد يبقى قلقان
اي فريق بيبقى قلقان على نفسه قبل ما ينزل المباراه. اه دعم الحكام امر مهم، لكن دلوقتي مثلا لقطه زي دي انهت الشوط الاول بتقدم المصري بورسعيدي على سيراميك كليوباترا، وبالتالي تفكير المدرب في اخر ثلاث دقائق اختلف تماما عن وهو بعد ثلاث دقائق داخل يفكر بشكل مختلف. على اي حال ضربه الجزاء دي لعبها احمد رفعت وحطها على يسار عامر عامر في نهايه الشوط الاول من المباراه عشان يضع المصري بورسعيدي في استاد الاسكندريه في المقدمه. الشوط الثاني مع ضغط هجومي متواصل لسيراميك كليوباترا لادراك التعادل، صالح جمعه بيستقبل كوره بيستغل الربط ما بينه وبين شادي حسين فيلعب له كوره طوليه يلعبها من وسط دفاعات وحارس مرمى المصري بورسعيدي في شباك الفريق البورسعيدي. وفي الدقيقه الاخيره او في الثانيه الاخيره من زمن المباراه كره من ناحيه الشمال تتلعب من احمد رفعت تدخل منطقه الجزاء يمهدها عنتر لسعيد سامبوري وسط دفاعات سيراميك كليوباترا لا يراها عامر عامر الا في شباكه، فيقتنص المصري بورسعيدي ثلاث نقاط بهدفين لهدف. طيب خليني اقول لكم انه النهارده بالعوده مره ثانيه الى الزمالك فتعملت تدريبات تاهيليه لعبد الله جمعه وحميد احداد تعافى بنسبه كبيره من كدمه الكاحل لكن مش هيكون موجود في قائمه مباراه الغد زي ما عرفنا من شويه، ومسحه لاعبي الزمالك كلها الحمد لله كانت سلبيه. اما ابو جبل فغاب عن مران اليوم بسبب ظروف اسريه خاصه، ربنا يا رب يطمنا عليك يا ابو جبل. طيب معانا رد على اللي حصل امبارح، على مداخله جت معانا امبارح، لكن معانا قبلها كلام وقصتين عن الرياضات الاخرى داخل نادي الزمالك. القصه الاولانيه النهارده الزمالك بعد التعاقد مع الدرع من ايام النهارده ابرم صفقه جديده على مستوى فريق كره اليد مهمه جدا وهي اللاعب مودي اللي ضمه الزمالك محمد البسيوني بصفقه انتقال حر مهمه جدا لمركز صناعه اللعب في فريق كره اليد في الزمالك. صفقه لا نعتقد انها الاخيره طبقا لما علمناه، لانه متوقع انه الزمالك خلال الايام اللي جايه ربما بينهي التفاوض مع كريم هنداوي حارس مرمى الفريق السابق المحترف في الخارج. ده فيما يخص كرة اليد، دي طبعا لقطات من توقيع العقود اللي تمت النهارده عصرا. طيب فيما يخص كرة السلة، امبارح كنت قلت لكم انه انس اسامة عنده عرضين من الام بي اي. ومعانا بقى شوية تفاصيل عن القصة دي وصلت لفين وهي أصلا القصة والعرضين منين. أولا أنس أسامة كان بيلعب في دوري الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية ورجع على الزمالك، ده كان في 2018 رجع على الزمالك وتألق جدا في بطولة أبطال أفريقيا للزمالك توج بيها من شهر تقريبا أو أقل قليلا. بعدها لأن البطولة كانت برعاية الـ NBA ووقت البطولة الناس كلها اتكلمت على أنس أسامة، حصل بالفعل التفاوض ما بين أندية في الـ NBA مع اللاعب اللي توج بجائزة أفضل مدافع في أفريقيا وهم نادي تورونتو في دوري المحترفين الأمريكي، ده غير جولدن ستيت ووريورز اللي هنا الناحية التانية ورايا على الشاشة. الفريقين طبعا يعني من الفرق الكبيرة، بتكلم على جولدن ستيت ووريورز توج أربع مرات قبل كده بلقب دوري NBA للمحترفين اخرها كانت سنه 2018، وبنتكلم على تورنتو اللي هو من كندا وبيلعب في دوري الام بي اي وكسب البطوله مره واحده بس. طبعا حصل من يومين اول امبارح جلسه عبر زوم اونلاين ميتنج ما بين انس اسامه وما بين نادي او مسؤولي جولدن ستيت ووريرز في وجود وكيله واتكلموا. والنهارده دلوقتي حالا من اربع دقائق الساعه 12 كانت ميعاد بدايه جلسه اونلاين جديده، لكن هذه المره مع نادي تورنتو لإجراءات بقى التفاوض ولحسم بعض الأمور اللي قد تؤدي في النهاية إلى احتراف النجم المصري أنس أسامة لاعب الزمالك إلى الانتقال إلى الـ NBA. ولكن اللاعب عنده نهاية الدوري تبدأ من يوم الحد اللي جاي على مستوى بيست اوف فايف ضد الاتحاد السكندري، هو قال أنه رغم هذا التفاوض هو مركز جدا في نهائي بطولة الدوري مع فريق كبير جدا زي الاتحاد السكندري مرشح دائم لقنص البطولات. بالمناسبة في بند في عقد أنس أسامة من هو بيمضي العقد مع الزمالك أنه لو جاله عرض خارجي وهو بيجدد يعني من حقه أنه هو يسافر مباشرة. طيب معنا على التليفون الكابتن حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أو اللجنة المديرة لنادي الزمالك حاليا، أهلا بك كابتن ومنورنا ومنور الدنيا كلها. أنا وسهلا زاني، أنا يعني طبعا أتصرف أن أكون كابتن
بس هي انا مش يعني الاستاذ انا دكتور اسف جدا. لكن طبعا اتشرف ان اكون كابتن طبعا. واحنا بنتشرف انك معانا ومنورنا يا دكتور. الله يخليك. اهلا بيك دكتور حسام. طيب يعني هتكلم في عده نقاط، لكن هبدا من اخر حاجه بتكلم عليها، انه انس اسامه لاعب كره السله في الفريق في عروض من الام بي اي. اعتقد ده امر يبدو مبهجا يعني، لكن لو في تفاصيل نحب نسمعها. والله للاسف انا ما عنديش اي تفاصيل عن الموضوع ده. لكن هو طبعا نجوم نادي الزمالك كابتن انس يعني النجوم كلهم حقيقي ظهروا بشكل اكثر من رائع في البطوله الافريقيه. فنتوقع بقى ان هيجي حاجات كتيره يعني. تمام. ولكن انا حقيقي ما عنديش تفاصيل عن الموضوع ده خالص. هو حتى الان لا عروض رسميه، لكن في تفاوض بدا مع اللاعب، فاكيد بالتوفيق في المرحله المقبله. عايز اسال حضرتك على النقطه اللي مصر كلها بتتكلم عليها النهارده، وهي قرار بفتح حسابين بنكيين باسم الزمالك كمورد لتبرعات ربما جمهور الزمالك في ظل ازمه ماليه بيعيشها النادي. ايه تفاصيل والفكره جات لكم يعني امتى قبل ما تطبقوها بشكل رسمي؟ هو الفكره دي جت احنا من يوم ما دخلنا او عرفنا ان احنا داخلين اللجنه المؤقته. عارفين ان في مشكله موجوده في النادي، اللي هي مشكله ماليه اللي موجوده والناس كلها عارفاها يعني. فبنفكر في افكار كثيره لتنميه الموارد. يمكن دي الفكره الوحيده اللي مش من دماغنا احنا قوي، ولكن دي فكره نابعه من الجمهور الزملكاوي. احنا حقيقي لقينا ناس كتيره جدا حابه تشارك، بل مصممه ان هي تشارك معانا، ولقول وكده يا جماعه شوفوا لنا طريقه نعرف نشارك معاكم فيها، احنا عايزين نقف مع النادي، احنا عايزين نعمل كذا، عايزين نعمل كذا. فهم عايزين يعبروا عن حبهم دوت لنادي الزمالك. فقلنا طيب بدل ما الناس عايزه يعني، الناس هي اللي طالبه الموضوع ده، فليه ما ننفذوش يعني ونشوف الاجراءات القانونيه. طلبوا ازاي؟ ايه الوسيله اللي تواصلوا بيها معاكم وطلبوا ان هم يشاركوا؟ لا كانت البيرسونال كونتاكت، احنا التواصل الخاص بينا، التواصل انا يعني لقيت ناس كتير جدا بتقول لي، بتجي لي مسج على التليفون يقاولوني في اي مكان، احنا عايزين نعمل كذا وكذا. انا عندي اللي يقول لي عندي ثلاثة ادفع 100,000، عندي ثلاثة ادفع 200,000، عندي ثلاثة 50,000، عندي ثلاثة ادفع مش على كل واحد حسب قدرته يعني. ايوه. فحسيت ان الناس حابه تعمل شيء. فقلنا طيب ليه لا يعني، بما ان الناس حابه تعمل الكلام ده. ومش يعني انا حقيقي رافض كلمه تبرع. لكن هي لان احنا حقيقي ما طلبناهاش خالص، هي طلبت مننا. تسميها دعم يعني ولا تسميها ايه؟ اسميها دعم. ولكن في الاخر الطالب لهذا المشروع او لهذه الفكره هو الزملكاوي، هو الجمهور الزملكاوي. مفهوم. طيب لحد امتى ده مفتوح، وناويين يعني تسيروا الموضوع ازاي؟ هل في اعلان بشكل يومي عن اللي وصل ليه الدعم المادي من الجمهور؟ ايه الشكل اللي هتمشي بيه القصه دكتور حسام؟ والله اقول لحضرتك على حاجه، انا النهارده اساسا انا متخيل ان لسه حسام ما اتفعلش. انا شخصيا كنت خالي الصبح كده لقيت كميه مسجز جايه لي. المسج صوره كده متاخده السكرين شوت لصالح سداد. ايوه. ان تبرعنا بكذا، تبرعنا بكذا، واللي جاب صوره مش عارف من السعوديه، واللي جاب صوره من فرنسا، واللي يعني فالشات حاله جميله جدا موجوده. حاله ولكن الناس منتظره ان احنا نعمل الكلام ده عشان تبدا تتفاعل معاه على طول. أيوة. واحنا بنراهن حقيقي في الحكايه دي على حب الجماهير لناديها. بنراهن على قوه جماهير نادي الزمالك. برضو كل حسب استطاعته، مفيش مشكله خالص يعني. هو الحقيقه انه جمهور الزمالك دائما ما بيثبت حبه وتقديره الشديد وانتمائه العالي جدا للزمالك في احلك الظروف حتى، فدي حاجه فعلا غير مفاجئه بالنسبه للي بنشوفه النهارده. صحيح. بس رغم ان احنا حاليا مش في احلك الظروف، احنا الحمد لله يعني ظروف دي احلك ظروف ماديه، ولكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا يمكن افكارنا في تنميه الموارد كلها معتمده على قوه كيان نادي الزمالك وقوه جماهيره. دي الفكره الاساسيه اللي في دماغنا. في افكار ساعات بتجي لك من الشارع يعني. الناس هي اللي عايزاها، فانا بقول دي فكره من الناس. والناس هي اللي تثبت نجاحها. تمام. من الجمهور، والجمهور هو اللي يثبت نجاحها في الاخر يعني. طيب ان شاء الله هتلقى نجاح كبير. لكن على الجانب الاخر البعض بيتكلم على انه اسم الزمالك وقوه الزمالك وجماهيريه الزمالك والموارد المحتمل ان هي تدخل للزمالك فلوس بتكون خطوه فتح حساب بنكي لتلقي الدعم المادي خطوه قد يراها البعض مسيئه ممكن او مهينه او
لا تليق باسم الزمالك. كيف ترى حضرتك هذا الامر كعضو مجلس اداره في الزمالك حاليا؟ اولا انا رافض تماما نفكر بالطريقه ديت. احنا مش بنخترع العجله، انديه كبيره في العالم عملت الكلام ده. بعدين احنا بنراهن على جمهور الزمالك اللي هو طلب مننا الفكره دي من خلال اللي شفناهم واللي احتكوا بينا واللي قابلونا وقالوا لنا الكلام ده. لما انا يجي لي الرسائل دي وغيري يجي لي الرسائل دي وكل اعضاء اللجنه، فتلاقي في شبه اجماع من الناس، يا جماعه عايز الكلام ده. تمام. لما نفتح النهارده الحساب وانا واحد في اللجنه ومتخيل لسه ما اتفعلش، الاقي الرسائل جايه لي كتيره جدا بتدل على فرحه الناس اللي شاركوا. هو نوع من انواع المشاركه. فانا رافض تماما حته انها تكون شيء مسيء للنادي. تمام. ومش عايز اقول لك ان دي اول فكره، احنا في افكار. احنا لو وفرنا بعد رابع يمكن موجودين في ما يصل ل 90 مليون جنيه تقريبا عشان نسدد التزاماتنا، وبالفعل سددنا جزء كبير من التزاماتنا للاعبين. ايه اهم الموارد؟ ايه اهم الموارد الاخرى؟ لا طبعا اهم الموارد الاخرى العضويه، دي من اهم الموارد. اللي هو تجديد الاشتراكات. تمام. بس برضه انا بناشد كل اعضاء النادي ان اول ما يتفتح تجديد الاشتراكات للعام المالي القادم اللي هو 1/7 اللي جاي ده على طول، عايزين نشوف التنافس والتصارع بين الاعضاء عشان يجددوا عضوياتهم. ده مورد حقيقي مهم جدا جدا. تمام. يعني واحنا حاليا شغالين في حاجات افكار كلها تسويقيه. زي مثلا لو قلنا المحلات اللي موجوده، اللافتات اللي موجوده، باند او شعار نادي الزمالك، دي كلها افكار تسويقيه. احنا كل فتره بتظهر نتيجه ليها. يعني كان اول 4 ايام ظهر المردود اللي قلت حضرتك عليه. دلوقتي الموضوع الحساب ده، وان شاء الله قريب جدا هيظهر مردود غير متوقع لينا كلنا، لان انا شايف الاقبال عليه محترم جدا. هو فعلا جدا. وصل لخمسة مليون في اليوم الاول ولا اكتر ولا والله مش عايز ابالغ واقول ان هو تخطى الخمسة مليون يعني. تمام. فهتلاقي افكار كل مدى بتظهر نتيجه للفكر اللي احنا شغالين عليه. تمام. بالتوفيق ان شاء الله دكتور حسام، وانا بشكرك على وجودك معنا في اول مداخله ما بيننا وما بين حضرتك كعضو مجلس اداره في الزمالك. نورتنا وشكرا على وجودك معنا. طيب، امبارح كان معنا الكابتن ابراهيم عبد الله عضو اللجنه التنفيذيه السابق في نادي الزمالك، واتكلم على عقد رزاق سيسي، واتكلم على عقد مصطفى محمد، ولماذا لم يوثق هذا ولماذا لم يوثق ذاك، واستفاض في الاجابه لما احنا وجهنا لي السؤال. فالنهارده احمد ابراهيم، الكابتن احمد ابراهيم، مدير اداره شؤون اللاعبين في نادي الزمالك، طلب الرد، لكنه طلب بانه يوضح وان احنا ننشر ما يقوله لنا. امبارح الكابتن ابراهيم عبد الله كان قال ان في اداري، ف احمد ابراهيم راى ان هو اللي يرد باعتبار ان هو هذا الاداري اللي بيقصده الكابتن ابراهيم عبد الله الذي لم يذكر اسمه. لكن ماذا قال احمد ابراهيم؟ قال ان عقد رزاق سيسي مع الزمالك موثق، واللاعب من حق النادي بعد انتهاء اعارته للاتحاد السكندري حتى نهايه الموسم المقبل. قال رزاق لديه وكيلان وليس وكيل واحد من الباطن زي ما قال الكابتن ابراهيم عبد الله، وصف ده بانه حديث من وحي الخيال. لما سئل عن مصطفى محمد قال ان اتحاد الكره مد فتره توثيق العقود لنهايه يونيو، كان يمكن ارسال العقد لاتحاد الكره، لكن ابراهيم عبد الله بحسب احمد ابراهيم اعلن احتفاظه بعقد مصطفى محمد لمده شهر، وبالتالي هذا ما يثبت ان النادي لا يمكنه ارسال العقد حتى لا يتم الطعن عليه بالتزوير في تاريخ التعاقد. ممكن دي ما تكونش مفهومه، اشرحها لكم. انه اتحاد الكره مد فتره توثيق العقود، لكنك لو نشرت العقد وظهر في الاعلام فبيكون لك شهر واحد بس، شهر واحد بس تعرف توثق فيه العقد. فبيقول احمد ابراهيم ان الكابتن ابراهيم عبد الله لما نشر العقد الاول في بعض المواقع وطلع في حوار تلفزيوني وقال ده، بعدها بشهر ويوم سلم بنفسه عقد مصطفى محمد، وبالتالي بقاش ينفع انه يتوثق لانه هيبقى فيها تهمه تزوير وهيبقى فيه طعن على هذا التعاقد، فالزمالك ما كانش ينفع انه يوثق هذا العقد. في الوقت اللي قال كمان ان نشر هو عقد مصطفى محمد الجديد بتاريخ 13 ابريل في موقعين وجريده من جانب الكابتن ابراهيم عبد الله، ده دليل بطلان التعاقد ويجب توقيع اللاعب على عقود النسخة الجديدة الصادرة من اتحاد الكرة حتى يتم توثيقه. وقال أخيرا أنه في كل الأحوال عقد مصطفى محمد مع الزمالك مستمر حتى عام 2024. لا أراها أساسا قصة كبيرة، لكن بما أنه سألنا واتجالنا رد فكان لابد من توضيح الرد الآخر. الإسماعيلي النهاردة طبعا بيستعد لمواجهة المحلة في الوقت اللي صرف مستحقات
في الوقت اللي صرف مستحقات اللاعبين المتاخره، وده بحسب ما علمناه النهارده. اما على مستوى بقى اخيرا قبل ما نطلع لفاصل، فالنهارده على مستوى اليورو لجنه الانضباط التابعه للاتحاد الاوروبي لكره القدم اعلنت ايقاف ارناوتوفيتش لاعب المنتخب النمساوي بعد التصرف اللي تصرفه في اعقاب تسجيله هدف الفوز ضد مقدونيا الشماليه، هدف الثاني. لقطه كانت اتقال ان هو قال كلام عنصري بلغه معينه يسمعها اللاعب، هو اصله صربي، فهي اللقطه دي وهو بيسجل هدف الفوز، وهو كتب تغريده بعد كده بيقول فيها ان انا ما اقصدش وانا مش عنصري، لكن واضح انه تقفش بانه قال كلام عنصري ليه علاقه بالسياسه يعني والقصه في البانيا وكوسوفو وصربيا. فتوقف، توقف، هيغيب عن المباراه بتاعه بكره ضد هولندا. طيب دي اخبارنا المحليه واخبارنا العالميه، اللي هختمها معاكم بان بوفون خلاص رسميا وقع عقد انضمام الحارس المخضرم الدولي الكبير جدا الايطالي الى بارما، حيث ينهي مشواره الكروي كما بداه مع النادي الكبير بارما اللي مش في احسن حالاته، لكن بدا في مرحله كبيره. دي تيشيرت بوفون في التسعينات مع بارما، الان يعود اليه من جديد رغم هبوط الفريق نفسه الى الدرجه الثانيه، في لقطه من اللقطات الكرويه الحلوه اللي اعتقد ان هي هتكون نهايه مشواره الكروي بعد نهايته. بعد الفاصل هينورني الكابتن علاء نبيل نجم الكره المصريه علشان نتكلم معاه في مباراه سيراميك كليوباترا مع المصري بورسعيد النهارده، اللي شابها قرار تحكيمي مثير جدا للجدل، وكمان عن لقاءات الدوري المصري ممتاز بعد عودته، واكيد في ليله مباراه الزمالك واسوان كلامنا معاه مستمر، فخليكم موجودين معانا في الماتش. اهلا بكم مره ثانيه في الماتش، نورني النجم الكبير الكابتن علاء نبيل نجم الكره المصريه ورئيس قطاع الناشئين في نادي زد. من اللحظات اللي بقى مبسوط فيها جدا انه بيكون على جواري داخل الاستوديو. كابتن علاء ازيك؟ الله يخليك يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله كويس. الحمد لله كويس الحمد لله. ربنا يعينك، انا عارف انه في فتره مجهود قوي الفتره دي فعلا فعلا في قطاعات الناشئين كلها بتبقى متعبه. لا فتره صعبه، بس يعني بناخدها بسعاده. ايوه، لان احنا طبعا بنكون صح وعندنا هدف في دماغنا فبنشتغل عليه يعني. بصراحه كل المدربين عاملين مجهود عالي جدا والقطاع كله في تشوق ولهفه غير طبيعيه من اللعيبه ولا الامور اللي هم يعني يكون ولادهم موجودين معانا بزد يعني، فربنا يسهل. في مستويات بتعجبك؟ بتحس انه في امل؟ كل ما السن بيظهر كل ما البوابه بتبقى جميله جدا. تمام. انا النهارده جاي لعيب 2015 ما شاء الله، 6 سنين كرة على وش رجله وعلى فخده. والله العظيم جميل جدا والله، وقفنا سقفنا له والله بسم الله ما شاء الله. الله. في ناس سنه يعني ما بتلعبش يعني لسه حتى الكلام ما بقاش قوي، بس بسم الله ما شاء الله في حاجات الواحد بيشوف حاجات جميله يعني. ربنا يوفقك دايما. الله يخليك. طيب النهارده كان عندنا مباراتين في الدوري، هبدا بالمباراه الاخيره وهي الاقوى على مستوى الاحداث واللي كان فيها جدل كمان تحكيمي، سيراميك كليوباترا مع المصري بورسعيدي، وفوز المصري بهدفين مقابل هدف. نظرة سريعة على المباراة قبل ما نتكلم في بعض تفاصيلها. المباراة درامية طبعا يعني، لما يجي فيها جون في الدقيقة 94
يعني بيبقى زعلها وحش يعني بتبقى قاسيه جدا، بالذات اللي انا ببقى مثلا ببقى المباراه راحت مني وبعدين برجع ليها وبعد كده المباراه بتمشي سجال وبعد كده بتروح مني فبيبقى الزعل جامد. لكن طبعا لازم هيكون في هناك اسباب للهزيمه يعني لازم نبقى واقعيين يعني طبعا. الشوط الاولاني سيراميكا دخل في الجيم بعد 20 دقيقه ودي يكون برضو النقطه اللي بتكلم فيها بصفه مستمره، هي دخول سيراميكا في بدايه المباراه في اوقات كتيره جدا بيبقى يعني بالراحه قوي وبعد كده بيبتدي سيراميكا. يعني شفت الشوط الثاني لا بدايه سيراميكا اللي هو في اول 20 دقيقه او 25 دقيقه كان في هناك صراع، لان برضو النادي المصري عنده ال 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 الحته الهجوميه في الوقت الاخير من المباراه بتبقى عاليه قوي فهناك كان سباق ما بين فرقتين بفوق في الاخر المصري وسيراميكا مظبوط، وكانت لصالح النادي المصري اللي يخطف يعني اللي يخطف اللي يستغل واخطائه تبقى اقل. يعني احنا بكده قلنا احصائيه ان معظم اجوان سيراميكا بتيجي في اخر ربع ساعه مظبوط تمام. النهارده وبرده النادي المصري بيجيب هدفه النهارده في الدقيقه 94 وجاب قبل كده اجوان كتيره جدا في الاخر مظبوط. فاعتقد ان الشوط الاولاني كان هناك اخطاء دفاعيه، انا يمكن طلبت ان احنا في اخطاء دفاعيه ثلاث اخطاء كانت ممكن تكلف سيراميكا ثلاث اهداف في الشوط الاول. عدم رقابه، الكره الاولانيه باص خطا انفرد بيها احمد رفعت ودي طبعا الكره بتاعت احمد ياسر ريان اللي هو كان المفروض اللي هو يلعبها يعني راس الجون يلعبها واحده في الجون تمام. لكن حاول يدي لنفسه مساحه اكتر مساحة من التفكير أكثر. او من التصرف في الكوره. اقول لك حاجه كمان فضل. اي حاجه غريبه بجسم الانسان بتاثر عليه. تتكلم بقى هنا على ايد احمد ياسر وعلى وشه على الـ على الـ على الماسك اللي لابسه احمد. بس ياما شفنا لعيبه يا كابتن علاء ياما شفنا لعيبه بس بياخد عليه تمام. لكن حاجه جديده حتى لما بتلبس حاجه في رجليك جديده مش واخد عليها بتاثر صح. عليك صح. لكن دي احمد ياسر جول دي ده جون يعني قطمه يمين وشوطه وشوطه تمام. دي حاجات احمد ياسر يعني. لكن انا عشان لعبت قبل كده وعارف يعني ايه ده، حتى لما واحد يلبس فنجار جديد اول مره او اول ياخد عليه مثلا بعد اسبوعين يعني انا لبست شنجار جديد يعني في رجلي فطبعا دي كانت ممكن تكون هدف لسيراميكا. لكن الاخطاء الدفاعيه هي دي اللي بتخلي دايما سيراميكا تحت ضغط، اللي انت اخطاء دفاعيه بتكلفك اجوان، بالاضافه ان انت يعني انت جه في ضربه جزاء طبعا هنتكلم عليه طبعا وعلى الحاله التحكيميه طبعا، لان انا مش مقتنع بضربه الجزاء لكن الانذارات الكتيره قوي والعصبيه اللي فيها الحكم دي مش يعني مش اللي هي يعني الرقابه من رباعي خط الظهر غريبه جدا. يعني يمكن اول كوره اللي انفرد بيها احمد رفعت اتقطعت من تقريبا من طارق سامي ايوه، وانفرد بيها احمد رفعت كان ممكن تكلف سيراميكا هدف. طيب بما انك اتكلمت على ان ضربه الجزاء وهي قرار مؤثر جدا وهدف مؤثر جدا في نتيجه المباراه هي قدامنا، فخلينا نديها هي مساحتها الواضحه. الكره اهي مردوده من الدفاع وايزي ايميكا وصالح جمعه التحام على على خط منطقه الجزاء، الحكم بيحسبها ضربه جزاء لا يا طارق بالظبط، ثم يستدعي الفار يقول له لا فيقول لا يعني هي ضربه جزاء لان هو جسمه في الهواء اوريدي. هي ضربه جزاء انا عن نفسي أيوة. لا مش ضربه جزاء، مش ضربه جزاء لا انا عن نفسي مش ضربه جزاء. يعني هو الغريب ان هو مواجه جدا ليها واقف جنبيه على طول، وانه مش بس كده كمان راح للفار ورجع صمم على القرار. هيبقى بتبقى يعني اختلاف وجهات النظر، لكن انا يعني بس هو الكل اجمع على الراي على راي عكس راي الحكم يعني حضرتك وخبير تحكيمي معايا من شويه وكنت بسمع الشوط الاول في الراديو واتفرجت انا كمان على اللقطه، فالكل قال مش ضربه جزاء، ده مش ضربه جزاء الحكم بس هو اللي قال ضربه جزاء، والفار طبعا قال له مش ضربه جزاء كمان برضه. الفار قال له ما هو الفار استدعاه عشان القرار غلط من وجهه نظر الفار لكن ما لا يعني اصلا يعني ضربات الجزاء بتبقى يعني اصل الكوره مش اي تاتش ضربه جزاء، دي كره قدم يعني يعني في فاولات كانت في نص الملعب تستاهل لكن عداها لكن هو مش خلاص هو حسبها وكان ممكن في امكان النادي المصري النادي السيراميكا يعني يرجع المباراه في اول دقيقه من الشوط الثاني ايوه تمام.
نتكلم برضو على الاخطاء الدفاعيه يعني أي. كورتين في الجنب الكره اللي اتقطعت بتاعت احمد دفع من الجنب الشمال كره بقى كورتين من الجنب اليمين من ورا مدافع فابريس اللي هو فابريس انجاز ظهير الايسر اللي هو ظهير الايسر واحده اوفر من وراه اثنين قابلوها بالدماغ و لكن طبعا ما كانتش يعني كانت دي كانت ممكن تبقى هدف الكره الثانيه اللي اتلعبت برضو من وراه وعمر كمال عبد الواحد راح واخدها وراح لعبها بالعرض ورجع جون دي جون يعني ثلاث اهداف من اخطاء دفاعيه طب انت ربنا سترها معاك في خلال الثلاث اهداف دول تمام فدايما انا بقول نص ملعب ومهاجمين سيراميكا بيبقوا دايما تحت ضغط بسبب الاخطاء الدفاعيه اللي هي موجوده في خط الظهر عندهم بالاضافه الى طبعا في نص المشكلة الملعب المشكله خط الظهر دي على المستوى الفردي ولا في طريقه الدفاع يا كابتن والله بص يعني ما شاهدته النهارده حضرتك لا بقى لي فتره بشوفه بقى لي فتره بشوفه ويمكن من اول مباراه كابتن ضيا مسكه كنت انا معاك مظبوط وقلت لك في مشكله في الحته الدفاعيه فالنهارده كمان ضاف عليها ان نص الملعب مفتوح شوط اولاني يعني نص الملعب كان فاضي كان النادي المصري كان ممتلك نص الملعب يمكن عاشور الادم شفته بقى له كتير ما لعبش اول مباراه مع الكابتن ديو السعيد وطبعا محمود نبيل نزل في الاخر محمود نبيل كان واخد فتره انا افتكرته هو مصاب لكن عرفت منك اللي هو ما كانش مصاب قرار يعني. فني تمام قرار فني يعني. لكن طبعا المباراه في حد ذاتها مباراه جميله يعني للمشاهد جميله صح للمشاهد انا اتفرج على مباراه جميله لكن للمدرب بيجي في جول في الدقيقه 94 ده يعني بتبقى صعبه جدا كان المدرب ده بتكلم على كابتن ضياء السيد عمل تغييرات كلها هجوميه يعني خرج الباك ليفت اللي هو ادواره دفاعيه فابريس انجا ونزل احمد محسن عشان يزيد خرج رجب بكار الظهير الايمن ونزل محمد مسعد الجناح اصلا فلعبه ظهير ايمن في وجود بقى ميدو جابر ومحمد ابراهيم وصالح جمعه واحمد ياسر وشادي حسين فبقى خلاص الغرض كله واضح الهجوم يعني طمع هجومي بعد التعادل شرعي لانه معاك ربع ساعه تحاول تدرك فيها التعادل يعني بعد التعادل توقعت ان المصري يفوز بسبب اندفاع سيراميكا كليوباترا بحثا عن الفوز ولا الدقائق اللي بعد التعادل دي كانت عامله اصل هو حضرتك سؤالك احنا جاوبنا عليه احنا يعني في حاجه في اخطاء ورا فانت النهارده بتزود الاخطاء الدفاعيه بسبب اللي انت الحته الهجوميه عندك عمال تزودها تمام ف يعني لو جينا رجعنا على الجول اللي جابه المصري في سعيده في اخر دقيقه 94 والكره ما فيش تاتش واحد من المدافع اتنقلت ثلاث نقلات جوه 18 ولا واحد عمل تاتش حتى يعني واحده من وراه وواحد طلع لعبها بدماغه والثانيه جول يعني ما شفتش حد مثلا بس ده جول حلو قوي من اجمل الاجوال صح من اجمل الاجوال انا يعني عايز بقى رؤيه الكابتن علاء نبيل عينيه يشرح لنا هو الجول ده لا 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 يعني اولا تحرك هايل نمره واحد وانا بس مش ايوه صالح جمعه لعبها له هايله بس هو اكبره يعني شادي اكبر صالح لو هو حطها في الحته دي صح ودي بتبقى قوه الحته الهجوميه اللي تبقى شادي خلي بالك شادي ده مكانه لكن انا كمدير فني عندي واحد زي احمد ياسر الريان وشادي فهو عايز يستغلهم فيعني حتى بص المكان اللي شادي جاب منه جون مكان راس الحربه ممكن نقف عند الجول شويه تاني زميلي وليد سليمان برضو هنستعرض الجول لان هو الجول فيه لمسه حلوه قوي وفكره ان هو استخدم الرجل اليمين مش الشمال كمان دي مفاجاه بالنسبه لي انا يعني انا توقعت ان هو يحاول يلفها على طول بشماله خلي بالك بص هو معلق رقبته كلها عايز الكوره عشان تلمح الجون في 10 ثانيه اللي هو طالع وتعملها كده دي لا لعيب كبير لا لعيب كبير وبالاجوال الهايله بص ما فيش يعني هو حارس المرمى اتخض اتفاجئ بالكره هو مش باصص على الجون خالص هاني بص هو باصص على الكوره شايف عشان يقدرها بص يا ولد يا ولد لمح الجون في 10 ثانيه فاعتقد اللي هو من اجمل اهداف الدوري العام من اجمل اهداف الدوري العام الهدف اللي انا شفته النهارده ذكاء فينش وذكاء اسيست وذكاء ربط ما بين اللي عمل الاسيست واللي سجل تحرك هايل باص جميل جدا من صالح جمعه لمسه هداف راقي اللي هو شادي حطها بكل مهاره في مرمى النادي المصري لكنه اهدر بعدها واحده كانت تقتل المباراه طبعا وضع اتاخر ايه
هو عشان جاي على رجله الشمال يعني رجله الشمال فحب اللي هو ايه يعني بص فاجئتني انا دي يعني زي ما فاجئني تنفيذ رائع للهدف فاجئني التنفيذ ده في اللقطه اللي ضيعها. وضع طبيعي هاني اللي فيه كف ده وضع طبيعي جدا اللي بيجيب جوان لازم يضيع يعني بس انت تحكم عليه ما بتحكمش عليه في واحده ضايعه زي دي تحكم عليه في ازاي جاب الجون وفي حلاوته اللي جابها. لكن خلي بالك ده الهدف السابع السابع احمد ياسر رن 12 وشادي سبع اهداف يعني. وبالنسبه برضو لضيع سبع مباريات يعني رقم سبع النهارده سبع مباريات انتصار وحيد والنهارده خساره بعد ما كان كمان فريقه اهدر انتصارا قدام طلائع الجيش بعد فرص كتيره قوي فحصل تعادل وكان في خساره قبلها من ام بي فالنتائج نفسها لسه ما طوعتش الكابتن ضياء السيد توفيق. اللهم الا دي انتصار كبير على بيراميدز ده بيسميه توفيق هات. ايوه ده التوفيق لسه ما حلفش ضياء اتكلم في سبع ماتشات اربعه تعادل واثنين هزيمه وواحد انتصار فده بيبقى عدم توفيق لكن في الاخر بنقول ايه كره القدم نتائج في مصر مفهوم في مصر كره القدم نتائج كان ممكن في ماتشات من الماتشات اللي فاتت دي على الاقل ماتشين ثلاثه كانوا فرقوا معاه كتير قوي صح. لكن هي طبعا لسه ما طوعتش وبرده النادي المصري بصراحه بيقدم كره جميله يعني مظبوط وصل للوصافه النهارده مركز ثاني طبعا بالنظر لان الاهلي لسه عنده ماتشات مؤجله عنده موسم عنده دور كامل عنده سبع ماتشات اقل رقم غريب عنده دور كامل بس فاعتقد النادي المصري من اقوى انديه الدوري الممتاز في الحته الهجوميه الحته القداماني ايوه عنده لعيبه كويسه قوي بيعجبني قوي مشاركه كريم العراقي الظهير الايمن لما بيضم للعمق بيزود كثافه عدديه كبيره قوي للمصري ودي مش بتبقى لقطه بالصدفه ده هو ده واضح التعليمات يعني واخد تعليمات ودي اللي مساعداه في المنتخب الاولمبي يعني دي مساعده طبعا صغر سنه واللي هو بيعمل الحته دي فعشان كده قلت لك ايه نص الملعب بتاع المصري لا متواجد منتشر أيوه. صح. عكس بقى لما تقول الحته دي في سيراميكا مش هتلاقي حد بيعمل الدور ده ولا هتلاقي حد مثلا زي محمد ابراهيم او ميدو جابر او شادي بينزل في الحته دي ويشتغل يعني صح. 70% معلقين قدامه 30% بينزلوا لكن احييك على الملحوظه بتاعت كريم العراقي من اللعيبه فعلا كنت قاعده معاك برضو يا كابتن لا لا والله افتح رجنيش يعني والله ان ده بجد الحاجه الثانيه الواحد ملاحظها الانذارات الكتيره لرجب بكار يعني تقريبا دخل في حوالي 8 انذارات لغايه دلوقتي كتير صح لما تلعب المباريات دي كلها تاخد انذارات لان في اوقات خلاص رجليك خدت على الانذارات ممكن تخسر فرقتك في بينفعل بسرعه هو فتكير يعني لكن مباراه انا يعني متمتع بيها ومنتظر كنت هدف هنا بعد التعادل منتظر توقعت هدف. ان حد هيقتل المباراه مش عشان تصير المباراه لا عشان الفرقتين عندهم الحته دي مفهوم طيب جات للمصري سيراميك كليوباترا في المركز العاشر ب 32 نقطة يعني الفرق اللي فوقيه في ثلاث فرق معاهم 34 نقطة سابقينه بس بنقطتين بتكلم هنا على الاتحاد السكندري على بيراميدز على طلائع الجيش ثم المقصة في المركز السادس ب 36 نقطة زيه زي ام بي ولكن ما تحت سيراميك كليوباترا في الترتيب اللي هو معاه 32 نقطة في بقى الجونة 31 نقطة في بنفس الرصيد غزل المحلة في الاسماعيلي 29 نقطة لكن لعب 24 مباراة. المقاولين 28 في المقاولين 28 نقطة وبالتالي انت لو كسبت ممكن تعلى عدة مراكز لكن خسارتك مباراة ممكن تنزلك عدة مراكز لو اللي تحتك استفاد. لأن اللي تحتك برضه منتظر 3 بونت. مظبوط صح. تمام ف يعني لكن هي النتائج يعني لو بنبص إلى طموح الأندية أو طموح المدربين البقاء ماشيه مظبوط لكن لو انت بتبص على مربع ذهبي برافو عليك فانت في وضع غير مرضي او مركز كويس فانت لا بكده العمليه لازم تدوس في اللي جاي لازم تدوس الماتش اللي جاي لسيراميكا كليوباترا باذن الله في الدوري هيكون مش بعيد قوي بعد النهارده الخساره من المصري البورسعيدي فالمواجهه المقبله مع الجونه في الجونه تحديدا يوم السبت اللي جاي شايف ازاي المواجهه دي؟ الكابتن ضياء السيد وفريقه متجهين الى الجونه كضيوف. احنا قلنا ايه دلوقتي؟ مين اللي تحته؟ الجونه. مظبوط. الجونه بقى عند يعني اي مدير فني او اي فرقه او اي لعيب في فرقه يقول لك الماتش ده بايه؟ بست نقط.
انت وقفت المنافس اللي قدامك اللي هو قبليك على طول وانت هتعديه في الـ في الـ في خلي بالك الاول الجونه عنده ماتش وادي دجله بعد بكره تمام فهو لو كسب اصلا بعد بكره وادي دجله هيبقى بيلعبك هو سابقك ايوه والعكس صحيح يعني نازل بقى يعني وبعدين هو بيلعب وادي دجله الجريح مظبوط فالماتشات الثلاثة بونت دلوقتي بالسعر بسعر خاص يعني صح عشان كده الدوري غريب قوي السنة دي يعني يعني الحتة الوسطانية دي مليانة لكن طبعا هزيمة البنك الاهلي بتريح اللي فوقيه شوية يعني دايما الفرق بتقولك ايه انا مفيش قلق عليا عشان كده قلت لك يا هاني الطموح ايه انت عايز ايه عايز تنافس ولا عايز تخش في مركز متقدم ولا هدفك السنه تقعد في الدوري الممتاز أيوة. اللي هدفه يقعد في الدوري الممتاز فبيبص للي تحت بيبص للانتاج بيبص لدجله بيبص للبنك الاهلي فالنهارده نتيجه البنك الاهلي تريح اللي هو بيفكر التفكير ده هيوديني لمباراه البنك الاهلي نفسها مع امبي كانت مباراه برضو من احلى المباريات المفتوحه جدا والبنك الاهلي يضغط يضغط ويضيع يروح امبي هو اللي مسجل جولين بعديها تحس المباراه خلصت تلاقي لا البنك الاهلي بيتعادل فإمبي خلص المباراة في النهاية بضرب جزاء عن طريق هداف من هدافي الدوري رامي صبري شفت ازاي اللقاء كابتن علاء طبعا برضو يعني ربنا اكرمنا النهارده بمباراتين حلوين يعني صراحة يعني مظبوط جميل قوي اللي انت تبقى بترجع المباراة تاني ودي من سمات المباريات اللي انت بتتمتع بيها لكن في ماتشات بتنزل انت بيبقى 2 3 4 وقدامك مستسلم والموضوع خلاص بالنسبه لها ايه انتهى يعني لكن رامي صبري برضو السنه دي حكايه يعني بسم الله ما شاء الله يمكن من المواسم الكويسه قوي اللي عملها وكمان عنده دقه وتركيز قوي في ضربات الجزاء يعني تبقى احتماليه ان هي تتصد اقل بكتير من ان هي تدخل برافو عليك فاعتقد برضو ان هو امبي بكام بونت دلوقتي امبي وصل للنقطه 36 ارتقى عده مراكز بقى في الخامس دلوقتي يعني تخيل بقى خامس الدوري 36 بونت مظبوط من كام مباراه بقى من 26 لقاء 26 في 3 26 في 3 ايه يعني انت بتتكلم من كام نقطه يعني واخدهم من 78 بونت 78 بونت 78 جايب كام 36 جايب 36 يعني اقل من 50% مظبوط في المركز كام الخامس خامس يعني حتى في الثانويه العامه ما تدخلكش اي كليه لكن في الدوري العام مديك ايه مديك مركز خامس ايوه صح النادي المصري كام بونت النادي المصري معاه دلوقتي 43 نقطة من 26 مباراة. عدى ال 50% في كرة الطب دلوقتي اهو. واخد بالك؟ فهي في كرة القدم عايز أقول إيه؟ إن النسب المتقاربة دي أهمية الثلاث نقاط للفرق في التوقيت الحالي. مظبوط. المباراة عجبتك عجبك الكابتن خالد جلال احتفل جامد قوي بعد التعادل. هو حس إنه يعني جات لي من بعيد قوي قبل الصدمة. بتاعت هدف انتي نفس شعور ده يعني ده يعني على الاقل انت بتبقى خلاص بتفنش الماتش تعادل وبعدين مره واحده تروح واخد صدمه جامده يعني مظبوط طبعا الفرحه بتاعت كابتن خالد هي الوضع اللي هو فيه الوضع اللي هو فيه بيخلي فرحه هدف تعادل بيرجع له الامل تاني اللي هو يخش في الجيم انك تقرب تبقى فارق بينك وبين اسوان اربع نقط واسوان داخل يلعب مع الزمالك احسن ما يبقوا خمسه ايوه مظبوط بس فاعتقد انها كانت الفرحه يعني ما كملتش يعني لكن بنتمنى لهم التوفيق واعتقد الاسابيع الجايه الفرق اللي تحت هي اللي هتتحكم في مين ياخد دوري ومين يخش مربع ومين يخش مربع فهي دي طيب قبل ما اتكلم عن ماتشات بكره الاسماعيلي والمحله الزمالك واسوان الاتحاد والمقصه عايز اسالك على بحب اسمع رايك في القضايا المختلفه يعني النهارده الزمالك اعلن عن فتح حساب بنكي مش حابب هو يسميه تبرع لكن هو قال انه ده رغبه الجمهور ان هو عايز يساهم في حل اي ازمه موجوده في النادي فسماه دعم مادي ففتح حساب بنكي والجمهور بدا يتفاعل النهارده هل ده اولا شايفه قرار سليم شايفه حل من الحلول للازمات ولا غير مقتنع بيه هو حل شيك شيك هو حل شيك اللي هو يعني هو بيقول لك النادي ما فيهوش فلوس هو اعلنها كده رسمي ان النادي في ازمه ماليه فهو بيقول لجمهور الزمالك اللي بيحب نادي الزمالك اللي عايز يدعم هذا الصندوق لحل المشاكل الماديه اهلا وسهلا ويعني الجميل في الموضوع اللي هو اعلن رسمي
عشان ما حدش يجي من الرقابه او يقول لك انت عملت حاجه غلط ولا آه. ولا ولا لان طبعا هو بيحمي نفسه من اي حاجه يعني يعني طبعا الموضوع ده حصل بعد موضوع فرجاني ساسي لازم نبقى واقعيين يعني فهو داخل كمان بعد كده في قضايا لعيبه جديده عايزه تعاقد معاها لعيبه لا فهو فتح الصندوق ده للناس اللي هي بتحب نادي الزمالك وعايزه تتبرع انا شايفه تصرف واقعي وبشياكه ما حدش يمسك عليهم حاجه يقال انه فتح باب الحساب البنكي ده يعني الغرض منه انه فتح مجال لرجال الاعمال ان هم يتبرعوا سريعا وبيقال ان الخمسة مليون اللي دخلوا النهارده او اكثر قليلا يعني اغلبهم من رجل اعمال مثلا فهل شايف انه رجال اعمال زملكاويه ممكن نلاقي الرقم بيدخل ارقام كبيره يعني طبعا آه. وده ده اللي حط البذر الاولانيه ده اللي هيشجع الناس اللي هي تخش يعني هيشجع الناس اللي واحد بيتبرع بهذا المبلغ الناس تقول لك طب ما انا ادفع برضه اصل يا جماعه الانديه الشعبيه دي بتبقى في ناس بتعشق الجماهيريه زي حقيقي. الاهلي والزمالك في ناس بتعشق الانديه دي ممكن تعمل اي حاجه فالنهارده لما واحد بيتبرع بهذا المبلغ النهارده بيفتح المجال لناس كتيره تتبرع ويبقى واعتقد ان ده شفافيه من المجلس او اللجنه الموجوده لان طبعا هو بيقول للناس يا جماعه احنا جايين في ظروف الدنيا واقعه خالص يعني بس فبنتمنى لهم التوفيق واعتقد يعني انا في رايي الشخصي يعني فكره حلوه يعني فكره حلوه اتكلم الكابتن علاء نبيل انه ده كله بشكل صريح يعني حصل ما بعد قصه فرجاني ساسي قد تجد جديدا في قصه فرجاني ساسي غدا يعني ممكن يعلن موقفه ويعلن قراره ويعلن وجهته المقبله ده بكره يوم الخميس احنا اجازه لكن هنشوف على اي حال ايه اللي هيحصل ونتناقش فيه بعد كده لكن ماتش الزمالك راجع من التوقف الدولي بعد ما كان ختم اخر مباراه ليه بتعادل قدام الجونه فكانت نقطتين محبطتين الفقدان فبكره بيلعب مع اسوان قبل ما اتكلم معاك عن القصه دي نشوف راي جمهور الزمالك في قصه فرجاني ساسي نفسها انا برضو عايز كان عليها كومنت برضو على فرجاني يعني هو القرار خلاص القرار ما نعملش ده عشان نرجع فرجاني دمين. خلاص لان هيبقى تحت الميكروسكوب مفهوم نشوف راي جمهور الزمالك في قصه فرجاني ساسي والزمالك فرجاني ساسي بيرحل عن نادي الزمالك اخيرا لنادي الدحيل القطري لو قلت لك الفتره اللي قضاها فرجاني نادي الزمالك شايفها ازاي وقلت لك وجه له رساله توجه له تقول له ايه هو ما قصرش الصراحه لعب كويس جدا بس هو ما خدش مستحقات فكان لازم يمشي بس هو لعيب محترف جدا وربنا يوفقه في النادي اللي هو فيه لا مش زعلان مني عمل اداء فظيع في الزمالك لو قلت لك وجه رساله لساسي هتقول له ايه شكرا لانك عملت مع الزمالك بطولات كتير دي لا هو غيابه عادي يعني في اللي يكمل يعني في رؤى وفي زيزو عادي يعني شخصيا بقى انت ويعني شايف ان فرجاني اثر في حق الزمالك ولا لا؟ لا ما اثرش هو ادى للزمالك هو ادى بس بقى اللي يكمل بقى الدور ده لا هو جمهور حاليا الزمالك زعلان منه هو مش زعلان هو كان زعلان عليه في فتره ان هو كان عايز يجدد له ويرجع يعني لدرجه ان في من ناس من جمهور الزمالك ست كانت عايزه تتبرع ليه بحاجه بذهبها علشان تجدد له العقد بتاعه هم حاليا دلوقتي زعلوا منه عشان هو جمهور الزمالك وقف معاه وكان بيدعمه بكل حاجه وهو في الاخر باع نادي الزمالك ما وقفش على حد وكده كده انت عارف الظروف الماديه اللي بيمر بيها نادي الزمالك ففعلا مش هيقدر يعني نادي الدحيل القطري عرض عليه 9 مليون يورو يعني حوالي 180 مليون مصري يعني فلما هو ياخد حاجه زي كده طب شيكا وطارق حامد والونش الناس دي هتعمل ايه؟ فلا صعب يعني لكن انا عن نفسي يعني لو ببص لها كرياضيا فرجاني لعيب كبير بس الانديه الكبيره ما بتقفش على حد. بص دي لعبه احترافيه دي وجهه نظري فمستقبل البني ادم يعني دي خلاص دي شغل لو قاعد في البيت او لعب في نادي معين او شعار او ده لا ما بقاش فيه. لا انا زعلان منه بصراحه كان نفسي يكمل في نادي الزمالك. حتى المبلغ اللي هو بيتكلم فيه هو مبلغ كبير بس بصراحه هو لاعب مؤثر يعني بصراحه ما يسرق خط النص بصراحه فصعب تعويضه برده حتى مش حاليا ممكن يبقى صعب بس قدام هيبقى ايه ممكن تعويضه بس حاليا هيبقى صعب بس هو بصراحه مؤثر وجاب بطولات لنادي الزمالك يعني السوبر الافريقي وكاس والكونفدراليه والسوبر المصري لا جاب بطولات مع الزمالك فانا واحد من الناس اللي اتمنى ان هو يفضل مع نادي الزمالك بصراحه لا هو ما قصرش والله هو لاعب محترف بكل ما تحمله الكلمه من معنى يعني لاعب دايما كان ملتزم دايما بتشوفه في الملعب ما بيعملش اي ازمه ما بيعملش مشكله
لكن هي دي سنة الحياة يعني، هو غالبا اختار مصيره واختار مش عايز اقول لك مصلحته، لكن احنا ده عايزين نبص دايما لقدام، خلاص هي هو صفحة وانتهت، وعايزين نبص دايما لقدام ونبص في مصلحة فريق ان شاء الله باذن الله. عندنا لاعب واثنين وثلاثة، ونادي الزمالك ان شاء الله مش هيتأثر بغياب حد ان شاء الله. لا انا مع ان هو ما ينفعش نزعل، هو عادي احنا ربنا يوفقه، ونادي الزمالك والاهلي نادي كبار ما بيقفوش على حد، سواء مين اللي مشي مين اللي جه، بس هو احنا بنفتكر له كل حاجه حلوه، وهو برده خلي بالك يعني فرحان ان هو كان جه، ودي بصمه حلوه في تاريخه ان هو لعب لنادي الزمالك وكده، فالمصلحه الاولى والاخيره لنفسه يعني، وهو بقى نادي الزمالك يعني ان شاء الله يكون عنده البديل وعندنا بدائل ان شاء الله يعني. لو قلت لك وجه رساله للفرجاني بعد رحيله تقول له ايه؟ ربنا يوفقك وربنا يوفقه يعني، اتمنى له ايه يعني، الراجل ما عملناش حاجه وحشه، واهم حاجه مصلحته يعني. اقول له جمهور الزمالك بيعشقك، وانت ساعدك كتير ودعمك كتير في عز اصابتك، واول ما نزلت الملعب ساعه الكونفدراليه وقفت بهتاف قوي جدا ليك، فما تتخلاش عنهم لان هم فعلا بيحبوك وانت بتحبهم. يعني عليه لانه كان لعيب كويس، وكمان كان بيجيب اجوان للزمالك، كان يعني بيحرك الملعب كده يعني. لو قلت لك وجه رساله لفرجاني بعد ما راح على الزمالك تقول له ايه؟ اقول له يا ريت ترجع تلعب تاني. اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش. فرجاني ساسي، كان ليك تعليق على القصه او ليك تعليق على اي راي اتقال من جمهور الزمالك؟ ده لا، هو جمهور الزمالك بيحبه لكن خلاص هو واخد قراره وماشي، فخلاص يعني قعدته بحساب خلاص، هيتحاسب على كل مباراه، هيتحاسب على كل شوط من المباراه، ده احنا عملنا كذا عشان تستنى وعملنا كذا عشان فخلاص هو خد قراره، ساب ذكرى حلوه والناس بتحبه، خلاص يشوف بقى مستقبله. ونادي الزمالك الفلوس اللي هتدفع له عنده في ناس كتير، في لعيبه كويسه كتير ممكن يجيب واحد واثنين وثلاثه ويكملوا خلاص. طيب الزمالك ضد اسوان بكره، شايف ازاي المواجهه دي؟ ماتش طبعا برضو موقف اسوان مقلق، فبرضو يعني في ثلاث فرق قاعده تحت بتراقبوا. أيوة. اخسر يا اسوان عشان عايزين نتنفس. بس فاعتقد ان مباراه صعبه بالنسبه لل، مش سهله نادي الزمالك، ومفيش اي مباراه في كره القدم سهله، انت ده واحد بيحارب عشان خاطر بطوله الدوري بينافس، وواحد مش عايز يقع يعني، فاعتقد بتبقى الاهداف بالرغم انها مختلفه في طموح وفي دوافع للفرقتين اللي هم يعملوا ماتش كويس. ايوه. الزمالك جاله النهارده اشرف بن شرقي، رجع النهارده وانضم للمعسكر، ومعاه سيف الدين الجزيري، واحد من المغرب واحد من تونس، وهم اسلحه هجوميه واضحه يعني، سيف الدين الجزيري ومروان حمدي واسامه فيصل هم ثلاث مهاجمين بس، اشرف بن شرقي هو اهم جناح في الزمالك، هل يلعبوا ولا تفتكر ان فرص مشاركتهم مش سهله بالنظر ان هم جايين النهارده والماتش بكره؟ هو اكيد دول لعيبه محترفه وعارفين هم بيعملوا ايه واعتقد برضو ان النادي على اتصال بيهم، اعمل كذا، ريح، اتمرن كذا، اعتقد ان هو جايين جاهزين يعني. لكن هو نادي الزمالك ممكن، اصلك انت ايه بكتيرك قوي بس عايز تلعبه شوط عايز تلعبه شوط، طب ما يبتدي بيه الشوط الاولاني ويعمل نتيجه ايجابيه، وعنده البدائل اللي هو ممكن يغير تكتيك او يغير اسماء او 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 لكن اعتقد ان هو اشرف بن شرقي لازم يبتدي بيبقى مؤثر قوي غيابه. طبعا من اللعيبه المؤثره في نادي الزمالك. لكن سيف الدين الجزيري و يعني برضو مش مديني الضوء اللي هو يعني سترايكر نادي الزمالك. مفهوم. تمام؟ لكن اعتقد برضو اللي هو برضو عنده الاحترافيه اللي هو ممكن يبتدي بيه، او ممكن سيف الجزيري برضو يبقى بديل، لكن بن شرقي لا. هيبتدي. المحله والاسماعيلي فرق مركز 13 و12، شايف ازاي مواجهه بكره؟ اولا انا من الناس المعجبه جدا باداء نادي المحله بصراحه. فرقه المحله فرقه عندها قلب، لعيبه رجاله جدا، فرقه ما بتحبش تخسر، من الفرق اللي ما حدش قال من اول الموسم الفرقه دي هتهبط او عليها مشاكل او او او، في نفس الوقت في صحوه لفرقه الاسماعيلي بعد الاداء والنتائج
المثيرة للجدل في بداية الدوري العام وتغيير المدربين، إلا إن هو بدأ بالرغم إن هو اتخصم منه 3 نقاط، إلا إن هو برضه مستمر. هو هيتخصم بنهاية الموسم والله، في جداول بتنزل مخصومة وفي جداول بس هو الصح إنه يخلص الموسم، المفروض اتحاد الكورة بقى ينزل بيان يتخصم ولا ما اتخصمش عشان الناس تعرف يعني. فأعتقد إن دي مباراة تبقى مباراة جميلة، دي مباراة حلوة. أنا يعني وبعدين كلاسيكية برضو، كنت من زمان الواحد محلة وإسماعيلي دي من ماتشات يعني متعة يعني، أيام الجماهير كمان. طبعا الجماهير دي اسكت هنا على جماهير في المحلة ولا جماهير الإسماعيلي، الاثنين طبعا. نفسنا نرجع بصراحة للجماهير، لكن أعتقد دي هتبقى مباراة جميلة يعني. أنا بحب أتفرج على نوعية المباريات دي. الاتحاد السكندري جدد عقد الكابتن حسام حسن لموسم جديد بسبب الاستقرار اللي حاصل، ورغبة في ان هو كمان يدفع القصة معنويا لما تبقى من الموسم ده، فبيلتقي في اول مواجهة بعد التجديد مع مصر المقصة. شايف ازاي الماتش؟ والله الاتحاد السكندري هاني كان ماشي كويس صراحة يعني، وكنت مرشح لنادي الاتحاد مربع ذهب وبعدين مره واحده حصل دروب في كذا ماتش ورا بعض دي اللي فرقت معاه. اعتقد ان هو، لكن برضو هي معنداه الفتره اللي فاتت في 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 مباريات كتير يعني. ايوه نادي المقاصه يمكن اتكلمنا عن كابتن عظيمه اللي هو الفرقه زي ما هي يعني، لا فوق ولا تحت، لكن الواحد مبسوط ان عظيمه يعني قدم اوراق اعتماده في الدوري المصري، لان دي اول سنه لعظيمه في الدوري المصري. لكن هو ماشي، العمليه مش، لا شفنا فرقه زادت على مسابقه كابتن ايهاب او قلت عن الكابتن ايهاب. فاعتقد برضو اللي هي مباراه في تقدير الشخصي متكافئة 50-50 يعني. تمام. طيب بكرة عندنا 3 ماتشات في اليورو إن شاء الله، برضو بالتوقيتات الطبيعية، الساعة 3 والساعة 6 والساعة 9. فمباريات بكرة إن شاء الله كالتالي، ما بين المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة، أوكرانيا مع مقدونيا الشمالية الساعة 3، والساعة 6 الدنمارك مع بلجيكا، والساعة 9 هولندا مع النمسا. متابع ماتشات في اليورو؟ مش قوي عشان انا موجود في الاختبارات، تبقى رعب ربنا يقويك. مين ممكن يبقى بطل اليورو؟ توقع بس سريع قبل الختام. يعني ممكن بالرغم من المانيا خسرت ان برضو المانيا او فرنسا. المانيا او فرنسا انا بيبقى عندي حته عطف شويه مع المانيا دول سول مواتير يعني، ما بيتقلقش عليهم يعني. لكن في اداء، انا شفت المباراه بعد ما رجعت يعني، لكن اعتقد برضو المانيا محطوطه في الصف. تمام. قبل الختام اقول لكم انه لوكاكو اعلن انه مباراه الدنمارك مع بلجيكا هتشهد في الدقيقه 10 اللي هو رقم تيشيرت اريكسن الوقوف لتحيه اللاعب. لقطه جميله جدا هنشهدها بكره ان شاء الله من زميل مخلص وصديق مخلص زي لوكاكو، كان اهداله هدفه الاول في المباراه الماضيه، بيعمل اقتراح زي ده وهينفذ في الدقيقه 10 في مباراه 6 مساء. كابتن علاء نبيل نجم الكره المصريه، نورتني كالعادة، اتبسطت جدا بوجودك. شاكرين. شكرا ليك. شكرا ليكم، نورتونا جدا مش بس النهاردة بل كل الأسبوع. أجازة لحد يوم السبت، نلتقي من جديد مع بداية أسبوع رياضي جديد، فتحيات كل فريق العمل في الماتش وتحيات هاني حتفوت. نلتقي بإذن الله بعد نتيجة إيجابية للأهلي في رادس في دوري أبطال إفريقيا. إلى اللقاء.